الأهلي يكتفي برباعية في شباك الداخلية ويحقق فوزه الثالث على التوالي ليتصدر جدول المسابقة مع الاتحاد السكندري برصيد 9 نقاط. كابتن علاء ألف مبروك. ألف مبروك واحدة بس يعني كفاية ألف مبروك يعني على قد الماتش ده، لكن هم 3 نقاط مهمين جدا. الحمد لله بقت أول الدوري مع الاتحاد، مهم جدا كنت تكمل سلسلة الانتصارات بتاعتك بعد كمان السوبر. ويمكن في بعض الظروف كده بتساعدك يا اما ان بعد مباراه السوبر جالك فريق مش ند ليك، مش قوي، مش ممكن يبقى يعمل معاك مشاكل. لان بدايه المباراه حتى احنا بنتكلم في بدايه الاستوديو خالص ان المباراه في المتناول قبل المباراه وخلال المباراه. طبعا المباراه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي او بالنسبه للنادي الاهلي ما فيهاش اي صعوبه خالص، كنت ممكن تعمل سكور كبير جدا النهارده، لكن انت اكتفيت باربعه وطمنت على معظم اللعيبه اللي انت كنت عايز تشوفها النهارده. معظمهم او الى حد كبير يعني بقول هم موجودين. شفت برضو بعض اللعيبه النهارده كان بغايبه كتير، خصوصا يعني محمد هاني نزل برضو لعب النهارده. طبعا عوده مش عوده، ممكن نقول النهارده بدايه ممتازه لكريم فؤاد النهارده، هايل ما شاء الله. نجم المباراه النهارده. بغض النظر مباراه سهله او صعبه، لكن انت بتقيس مدى جودة اللاعب في المباراة. ممكن تبقى يعني النهاردة في مثلا مباراة سهلة جدا لكن في بعض اللعيبة مش موجود. ايوه. لكن النهاردة مباراة سهلة لكن كريم ظهر. بس عايز أقول لك حاجة. اتفضل. أحيانا في بعض المباريات لما بتكون ماشية والأمور واضح قوي، الفوارق الفنية كبيرة قوي قوي قوي، تديك أنت أريحية كمدرب مثلا أو كمدير فني إن أنت تعمل أي تغييرات في الملعب؟ ما حصل في الآخر إن بدليلك بتديك لانك يعني فرصه بقى اللي عايز تعمله اعمله. أيوة جرب كل اللعيبه النهارده حتى البعيده، بعيده عن المباراه، حتى مجرد بس موجود في الملعب دي مكسب ليك، لان المباراه سامحه لك تعمل كل حاجه النهارده. النهارده الداخليه سامحه للنادي الاهلي او لكولر نفسه يعمل كل حاجه النهارده. بدليل بص نهايه المباراه كانت عامله ازاي، كم المهاجمين اللي كان بيلعبوا والشكل نفسه. فهو عايز يلعب، لو بيرسي داون لعب وجاب جول حلو، هو بيحاول ياخد من المباراه ايمن كل حاجه مفيده ليه هو. يعني مباراه سهله، فريق الداخليه فريق مع احترام الكامل فريق متواضع جدا جدا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي لا بعيد كل البعد. فالنهارده ليه النهارده انا ما استفدتش من الظروف دي، ودي ذكاء منه على فكره. يعني ناس تقول لك ايه كم من مهاجمين لقوا في الاخر ده، المهاجم محتاج دايما هدف. محمد شريف النهارده كان عادل بيقول عايز يجيب هدف يطمن، جاب جول في الاول. بيرسي تاو بقاله فتره طب ما يلعب النهارده، الامور سامحه ممكن يجيب جول. حسام حسن ليه ما يلعبش، فاهم؟ فالتغييرات والمباراه وسير المباراه مساعد. محمد عاني نزلته ولقيته في مكان مش مكانه الاساسي، لكن ما فيش مشكله هيلعب وياخد شويه دقائق في المباراه. فكل حاجه النهارده، بس هو النادي الاهلي في بعض الفترات او فترات كبيره من المباراه اجبر الداخليه على الظهور بالمستوى ده. مش اكبر يا ايمن، هم ده مستوى الداخليه مش حاجات اكبرته. مع الفروقات واضحه قوي يا ايمن. ايوه كده. فروقات بين الاهلي والداخليه واضحه جدا 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 من بدايه المباراه لنهايتها. اللي ساعد على كده ان انت هدف في هدف. ايوه. يجيت شويه فيجي فيك هدف، فممكن نقول مثلا بين شوطين كولر بدا يشد شويه على اللعيبه بدا يكمل. يعني النهارده كمان انت نزلت فخرك بتاع شادي النهارده لعب، انت متخيل كم المهاجمين اللي كان بيلعب النهارده؟ بس هو انا عايز كل المهاجمين دي لو حتى تقدر تجيب جول النهارده تجيب، لان هو برده في الاخر هو اللي يطلع مستفيد. يعني لو بيرسي جاب الهدف النهارده اللي شاطها كان هيطلع جاب جول كويس. شادي جايب جول نفس الكلام، حسام محتاج تهديف. فهو بيقول لك بلعب حتى لو ناس يقول لك ايه اللخبطه دي، بس اللخبطه مش لخبطه مش هتأثر فيك حاجة، عمرها ما تعمل لك تأثير. يعني أنت كنت تلعب النهاردة بأربع خمس مهاجمين، قول لي الداخلية عملت عليك إيه؟ ولا حاجة. فالنهاردة سهولة المباراة إن أنت سهلتها على نفسك على فكرة، شكل المباراة وخلال الشوطين كلهم بتساعدك إن أنت ممكن تعمل أي تغييرات حتى لو مش محسوبة. بس أنا عايز أستفيد على مستوى شخص اللاعب نفسه. أيوه. هو مش خلاص، هو النتيجة اطمئن للنتيجة. النتيجة بالنسبة له الحمد لله تمام، 3 نقاط موجودين. فأنا أفكر في إيه؟ أفكر أحاول أودي أجيب الثقة لكل اللعيبة. برافو. أنا عايز كده. بعدين بقول لك محمد هاني لعبته في مكان مش مكانه، بس هو نزل النهاردة الملعب خد بعض الدقايق هتنفعك. المهاجمين كلهم نزلوا عشان ممكن أي مهاجم يجيب هدف، فهي دي النهاردة الاستفادة. النهاردة عمل غير
غير كريم النهارده في الدقيقه حوالي 79 80 برضه جايب جونين وعامل جونين والشكل ممتاز النهارده كريم، فياخد التشجيع بتاع الجماهير بتزود الثقه عنده بتديله شكل كويس. هو حاسس ان عمل مباراه كويسه النهارده، هو فعلا يستاهل النهارده نجم مباراه كريم. مباراه سهله مباراه صعبه، انا بتكلم على شكل اداء اللاعب نفسه. انا يهمني في كده على فكره، لما يكون المباراه سهله واللاعب يظهر بالمستوى ده بالتركيز ده بالاداء ده هو تحسب له تحسبش، لكن تحسب عليك لو انت مباراه سهله وانت مش كويس اللي هو يدي انطباع للمدير الفني، طب انت الوقت مباراه سهله وانت كده مش في احسن مستوياتك، فمباراه صعبه هتبقى عامل ازاي؟ لا انا عايز اطمن عليك، حتى لو انت في لعيبه بعض اللعيبه ايمن المباراه تبقى سهله هو بينزل مع الريتم او مع الاداء بيبقى اسلوب يعني بيبقى شكله في الملعب مش حلو، لكن لا انا احب اللعيب اللي هو يلعب ياخد كل فرصه بتجيله. النهارده كريم اخد فرصه ممتازه، اخدها من اول مباراه لحد ما خرج، يمكن من احسن لعيبه المباراه. المباراه ما فيهاش جماليات كتير وما فيهاش فنيات كتير، لكن كريم النهارده قدر ياخد اللقطه، قدر ياخد الشكل كله في المباراه، هدفين وعمل اسيست. محمد مجدي عمل اسيست، انما عمل 2 اسيست النهارده لكريم. لكن هي في المجمل مباراه كانت على الورق قبل المباراه مضمونه، وخلال سير اللقاء لا مباراه سهله جدا للنادي الاهلي، مبروك 3 نقاط واربع اهداف، ومبروك لكريم فؤاد النهارده الشكل الممتاز اللي ظهر بيه. كابتن اسامه الف مبروك، نادي الاهلي يواصل عروضه الجيده والحمد لله يعني العلامه الكامله حتى الان مع مستر كولر من بدايه الدوري، من بدايه ماتش الاتحاد المنستيري في كاس افريقيا، ختاما بمباراه اليوم امام الداخليه. الحمد لله مباراه في المتناول، النادي الاهلي ادى بشكل جيد، جاب 4 اهداف، ولكن الواحد لما يقعد يتفرج على المباراه يبقى زعلان شويه. خلصت 4 بس؟ طبعا. لا بجد والله النهارده يعني بكل بساطه وسهوله كانت المباراه ممكن تنتهي 6 أو 7 اهداف بسهوله جدا. احنا الكلام ده ما قلناهوش بعد المباراه، احنا لما اتسالنا كلنا بين الشوطين قلنا النادي الاهلي لو هادي شويه كان الشوط الاولاني خلص 5-6. في فوقان من بعض اللعيبة وعلى رأسهم طبعا نجم المباراة كريم فؤاد، في سهولة اختراق في دفاعات الداخلية الغير منظمة تماما. النهاردة النادي الأهلي بسرعات اللعب اللي أنا قلت لك، الراجل واضح مستر كولر مركز جدا على سرعة إيقاع اللعب، ولكن وإن كنا بنقول أحيانا بنبقى محتاجين الهدوء النسبي في وقت معين وانت كسبان انك تجمع الكوره بالسيطره والاستحواذ ثم تلعب في المساحات الفاضيه. ويمكن انا اشرت ان الشوط الاولاني من كتر سرعه ايقاعه مجدي قفشه وبرونو سابيو ما كانوش عارفين يجروا سرعه الايقاع لانها وصلت لاربعه في بعض الاحيان. ولكن تعال للشوط الثاني، مجرد ما الامور ابتدت تتفتح اكتر، مجدي قفشه بكل بساطة عشان هو لعيب كورة وعنده رؤية وصل اللعيبة للجون بتاع 6-7 مرات، يعني الجونين بتوع كريم فؤاد الثالث والرابع مجدي قفشة مودين فراد كامل، طبعا تحرك جيد جدا من كريم فؤاد، ولكن انا بوريك ان سهولة ان واحد ما بيقف وعنده رؤية وبيحط الكرة في مساحة الواحد هو والجون، كورتين هدفين ورا بعض، اكتر من كرة لشريف، واحدة البيرسي تاول ما نزل لو كان خدها مرة واحدة لما تيجي لما نشوف في إعادة الحالات وكده، بس بيرسي تاو سابها، بيرسي تاو أول ما مجدي لعبها له بيمينه على كده الجون خلاص، هو نفسه مجدي ابتدى حالته تتحسن، ففي واحدة عدى من نجيب وسدد رضا السيد طلعها كويس، واحدة بعديها تسديدة، يعني أنا أقصد إنه إن اللعب لما هدي وبقت في مساحات كتيره، مجرد ان عشان مجدي بقول لك لعيب بيعرف يقف على الكوره وشايف بيودي اي تمرير بيودي واحد هو جون انفراد، ففي حاجات اتغيرت الشوط الثاني، فنتيجه كبيره طبعا هي كبيره كاربعه، انت كسبان 4، ولكن على الماتش وعلى اداء النادي الاهلي وعلى الثغرات الكتيرة جدا اللي كانت في فرقة الداخلية سواء في الدفاع سواء في وسط الملعب، لأنهم عايزين يمشوا يجاري النادي الأهلي في رتم إيقاعه، وده ما كانش مناسب ليهم تماما.
يعني انت حتى مش عارف يلم نفسه، يعني انت في وقت وانت مغلوب ماشي انا عايز اعوض، بس لازم ابقى لامم نفسي شويه واعرف وضعي ايه بالنسبه للفرقه الثانيه. هو عايز يجاري الاهلي بسرعه الايقاع بتاعته فبيروح بعد الكور مش خطر بس بيروح بعدد وسرعه بس في المقابل انت اتفتحت تماما في خط ظهرك، ولولا عنايه القدر يعني توفيق اللي هو او عدم التوفيق او التوفيق اللي جالك انت ان الاهلي ما يستغلش عدد الفرص الكبير جدا جدا اللي خلقه، ان النادي الاهلي جاب 4 اجوان بس. يعني انا بقول لك بكل بساطه وسهوله النهارده النتيجه 6-7 يعني بالمستريح يعني. فمبروك للنادي الاهلي اداء جيد، وان كان في بعض اللعيبه طبعا ادائها عالي قوي، في بعض اللعيبه ما كانتش ظهرت بالمستوى، نتمنى يبقوا في مباريات ثانيه احسن. وتحيه خاصه طبعا لكريم فؤاد النهارده، يعني بيبتدي يقول انا ممكن ابقى راجل اساسي في فرقه النادي الاهلي. كابتن عادل الف مبروك، 3 نقاط مستحقه بيوصل بيها النادي الاهلي سلسله عروضه الجيده وسلسله انتصاراته. ولكن خليني اقول لك على حاجه انت قلتها لي من السنه اللي فاتت. هو انا شايف ان مستر كولر عمل طفره هايله جدا في اداء بعض اللعيبه في الملعب. دي حقيقه. عمل اكتشافات داخل الملعب، والاكتشافات دي انا بالنسبه لي شد نظري والناس كلها شايفه، باداء كريم فؤاد وتوظيفه في المركز الجديد ومحمود متولي. طب اولا مبروك الفوز المستحق، وانا سعيد بيه. ليه؟ لان احنا كان عندنا مشكله في كل بطوله بناخدها كنا بنرجع اتعادلنا، يمكن ضاع مننا من فرق صغيره وضاع مننا حوالي 5 بونت من بتيار الجونه ولا مش عارف، يعني في فرق خدت مننا 5 بونت بعد البطولات. انا كنت مستني ايه اداء اللعيب. في حاجة تانية مهمة، أنت الداخلية ممكن يكون بيلعب مدافع بيلعب قدام الفرقة جامد، لكن أنت اللي أجبرته يبقى بالشكل ده. أنت ضاغط عليه، تلعب بسرعة من البداية، بتبين أخطائه، إيجابي على المرمى، جبت جون والتاني بسرعة. لا، النادي الأهلي كان كويس. يعني أنا مع إيه دائما، أنا بحب النادي الأهلي لما يبقى اللعيبة أخطأوا في التكتيك أو أخطأوا في اللعب أقول لا أخطأنا وعملنا، لكن لما يكسب مش هقول ان الفرقه الداخليه كانت اقل، لا انت اللي خليتها اقل، انت اللي افضل، انت اللي احسن، انت اللي شغال افضل وانت اللي عملت جيم كويس. انا في رايي جيم النادي الاهلي النهارده جيم عالي قوي، حته الاهداف اللي دخلت، انت كسبان 4 نتيجه جيده رغم ان انت ممكن تكسب 9 و10، لكن انت بتتكلم بعد البطوله اللي احنا خدناها السوبر والاداء المميز، اكيد بتنزل 6 لعيبه او 7 لعيبه متغيرين من المباراه للمباراه. رغم هذا رحت وكسبت وجبت 4 اجوان واشتغلت كويس قوي. كريم فؤاد، يمكن يا كابتن ايمن احنا اتكلمنا على اكتشافات اللي انت بتتكلم عليها من المدرب. المدرب بيرقم اللعيبه يا كابتن، خدها مني، من المدربين اللي بيرقموا اللعيبه. بمعنى ايه؟ في فلسفه مدرب ان هو يبقى عنده يصنف في الباك رايت 1 والاحتياطي بتاعه 1. صح. لا ده ال10 والاحتياطي رقم 11 اللي هو كريم فؤاد. بمعنى بس يعني بس خلي بالك انا معاك في الكلام ده، بس هو وظفه في مكان هثبت لك. ايوه اتفضل. معلش هثبت لك بالدليل. ماشي اتفضل. الماتش اللي فات السوبر نزل كريم فؤاد لعب فين؟ قدام. مين اللي كان قاعد بره؟ كان في لعيبه قاعده بره اصلا بتلعب طرف. ايوه. يعني في حسين الشحات كان خارج التشكيل. لكن لعبه قدام ليه؟ لان هو اللعيب رقم 12 بتاعه. وده التصنيف. فايسا كان جه عمل كده في مصر اول لو فاكر.
وانا يمكن قلت لك كابتن ايمن الالمان والسويسريين قريبين من بعض في فكر الكوره. ايوه انك انت تغير اداء الملعب، لما بيغير بيغير ممكن. بس انت هو قصدك ايه باللعيب ال 12؟ يعني ده اللعيب الجوكر يلعب في اي حته في الملعب؟ لا شوف يا كابتن، هو القناعه بتاعه المدربين انك لما تصنف اللعيبه يعني مثلا كريم فؤاد، محمد هاني احتياط الباك رايت بتاع اكرم توفيق، لما يجي ينزل هينزل كريم فؤاد يلعب بيه. لما يجي هاف رايت كريم، مش هاف رايت مثلا، في هاف رايت حسين الشحات، لما يجي ينزل هينزل يعني كريم. انت قصدك التفكير الاول للمدير الفني بيبقى كريم فؤاد، الا في حته السرد باكات مثلا. السرد باك لا يعني، او ممكن لو عنده اكرم توفيق بيلعب ديفندر في وسط الملعب هينزل كريم فؤاد باك رايت لو واحد ديفندر ويدخله هو يلعب الديفندر. ما دي افكار مدربين وهو مقتنع بيه كويس، مقتنع بمحمود متولي. ليه؟ احنا قلنا من اول يوم ان هو بيحب لعيبه الكوره، بيحب اللي يطلع سليم من تحت. محمود متولي بيعرف يطلع سليم من تحت اكتر من ياسر واكتر من ايمن اشرف، عشان كده هو اللي بقى اساسي. يعني هو محمد عبد المنعم، انت دلوقتي ياسر معناها رقم ثلاثه في حته السرد باكات. طالما استخدم ياسر واستخدم معاه محمود متولي يبقى هو رقم ثلاثة في السرد باكات يا كابتن. ما هي دي بقى الحاجات المهمة اللي كولر بيعملها الأيام دي في النادي الأهلي. أيوه. حاجة بقى المهمة دلوقتي إنك أنت في النادي الأهلي لما تيجي تكسب المباراة بعد السوبر بشكل، في إحنا كسبنا النهاردة بالراحة يعني بهدوء، واللعيبة أمتعت وأمتعونا وجبنا جوان كتير، لأنه مش طول الوقت احنا عايزين مثلا نكسب 9 و10 وباداء عالمي. لا، انت بتتكلم في ظروف، انت كنادي انت شغال الدوري دايما، مش لازم كل الماتشات تبقى كويسه. يعني ده انا احيانا بقول لك يا رب لما ابقى وحش اكسب. ايوه، لانه الدوري كده وكل انديه العالم بتبقى كده. لكن انت النهارده ادائك مميز، وديت الداخليه للحته اللي انت عايزها، انك انت خليتها فيها سرعات وخليها ما يعرفش يقف ولا يتمركز ولا يلعب دفاع طول الوقت، ولا كده خليته يبقى مضطر انه يجري على قدام، مضطر انه يهاجمك عشان جبت الجون الاولاني والجون الثاني، البلان الثاني بتاعه مش عارفه. انت كمان عندك اللعيبه، قدرت ان انت تشتك لعيبه كتير قوي زي اسلاء، زي حسام حسن، وزي بيرسيتا، واللعيبه اللي نزلت دي كلها. يعني انت مغير شويه تغييرات، يعني محمد هاني ومتولي طلع مكان وحسام حسن وصافيو، بيرسيتا وشريف وشادي وفخري وكوكا وكريم. يعني انت كمان جبت لعيبه ما كانش في الحسبان. يعني انت لو غيرت النهارده كنت هتغير، لو الاداء ما كانش كويس والمكسب كان فيه تعثر كان هيحصل ايه؟ كنت هتنزل الناس اللي انت متاكد منها تماما. لا، انت بتجيب ناس ثانيه قبل التوقف. ايوه، فمبروك النهارده المكسب، مبروك ان انا كسبت بعد السوبر، لان دي كانت مزبوط. من الحاجات الخطا اللي كنا بنعملها السنتين اللي فاتوا في النادي الاهلي. ولو رجعتوا الماتشات كلها اللي بعد المكسب، ولا لما ترجع من كاس العالم للانديه اتعادلت. خلي بالك معظم الانديه كده بعد اي بطوله. انا لا، مش معظمها يا كابتن، بقول معظمها مش كلها. يعني معظمها لا مش يعني كلها. لا، من وجهه نظري ما يعني المدرب الذكي اللي يعمل حافز جديد. انت عملت الحافز، انا قلت لك قبل الاستوديو، انت عملت الحافز بكام؟ بستة. طيب انت عامل بستة وانت عامل بكام؟ وفي حاجات كتير قوي غيرتها جوه الملعب، وفي طموح. واحد زي كريم فؤاد عنده طموح كبير قوي انه بعد ماتش الزمالك كسر الدنيا، وانه بقى يعني افضل لعيب في النادي الاهلي النهارده. لا، مبروك، احنا اللي ادائنا اللي خلى الداخليه بالضعف ده. صحيح. كابتن بلال الف مبروك، مكسب كبير وكان ممكن يبقى اكبر من كده، ولكن برضو يعني حنينين. ما اعرفش احنا بنحب الحنيه ليه، بس مطلوبه في بعض الاحيان. في بعض الاوقات. بس اداء جيد جدا. شوف يا كابتن، ده طبيعي. يعني اداك النهارده ده طبيعي، يعني يعني انت بتلعب داخليه وانت نادي الاهلي، فطبيعي تبقى دي النتيجه. يعني ده الامر الطبيعي. ما اقل من ذلك اداء ونتيجه هتبقى انت اللي قليل. ايوه تمام. يعني خلينا ناخد الحدث بطبيعته. يعني النادي الاهلي امكانيات جيده، بدايه جيده من بدايه الموسم، جاي من مباراه عملتها مباراه حلوه جدا جدا جدا. أيوة. جدا
في خمسة ستة غابوا عنك، أشركت البدائل بتاعتهم، بتلعب فرقة برضو متواضعة، بس هي متواضعة وانت كويس. أي. يعني عشان برضو الامور تبقى في نصاب، يعني في نصابها الصحيح. يعني مش هي متواضعه وانت كمان لعبت المباراه على قد ماشي الحال، لا انت دوست عليهم، سجلت اربع اهداف، سجلت خمس اهداف، في هدف الفار لغاه، كان ممكن تسجل سته وسبعه وثمانيه، يعني كان في خمس ست انفرادات الشوط الثاني، كان ممكن تسجل اكتر من كده، كان ممكن الماتش يروح لسته وسبعه وثمانيه. ادائك كان جيد جدا، الاداء الهجومي، الاداء الدفاعي متوازن بشكل ما، انا راضي عنه. أيوة. تمام، راضي عنه بشكل يعني بنسبه 70% ولا حاجه يعني. انا سالتك بنشتين على هل هيستمر اسلوب اللعب بنفس الطريقه ما بين الفريقين، هو استمر فعلا، وفضلت برضو مساحات كبيره جدا جدا في الملعب في صفوف فرقه الداخليه، وفضل التميز برضو لفريق النادي الاهلي. يمكن انا توقعت الشوط الثاني ان يقل الجانب البدني شويه للنادي الاهلي نتيجه المجهود الكبير اللي عملوه الشوط الاولاني، بس انت عملت التغيير، ولكن التغييرات بالظبط كده، انت عملت تغييرات، تغييرات كتير، انت نزلت محمد هاني وحسام حسن بالظبط وبرسيتا خد الخمس تغييرات بتوعه، خد الخمس تغييرات نص الفريق، يعني نص الفريق، نزلت نص فرقه، فبالتالي قدرت تحافظ نوعا ما عن المعدل البدني بالنسبه لك. الاهلي مباراه جيده، بيلعب من الاطراف، بيلعب نص ملعب، مجدي قفشه النهارده عمل اثنين اسيست جيدين جدا جدا، كريم فؤاد النهارده اكتشاف زي ما الكباتن اتكلمت، يعني مش عادي اكتشاف نفسه مره ثانيه داخل النادي الاهلي، ولكن المدير الفني واضح يعني عنده رؤيه بيتفرج، يعني الكباتن اتكلموا على هو الستايل بتاع اللعب بتاعه، هو راجل بيحب يبني هجمه، يشتغل باللعيبه اللي بتلعب كره بشكل كويس، بيحب يلعب كره على الارض، كورته سريعه كمان، يعني فاهم قصدي، هو عايز كره سريعه، يعني هو مش من واضح ان هو مش من المدربين اللي بيحبوا يعني الريتم البطيء، الريتم الهادي، تمام، هو بيحب الريتم السريع جدا جدا جدا، بس خد بالك ده في اوقات بيبقى كويس قوي، واوقات برضو ممكن ما ينجحش معاك بشكل جيد، يعني مع الفرق الكبيره اعتقد انه ممكن يغير الريتم شويه، يعني انت بتلعب مثلا لو هتلعب فرقه زي بيراميدز كويسه، فرقه زي فيتشر برضو فرقه كويسه، الاتحاد ماشي بشكل كويس، المصري عنده فرقه كويسه، الريتم السريع طول المباراه ممكن مش هيبقى افضل حاجه، ممكن تغيره، يعني شويه تعلي ريتم، شويه تقلل، شويه تستحوذ، شويه تروح، لكن انت اصبح عندك انياب هجوميه جيده جدا جدا. ليه؟ لانك بتضغط بشكل كويس قوي، اللعيبه اللي موجوده في المربع الامامي بيضغطوا بشكل كويس، لعيبه نص الملعب بتاعتك بتضغط بشكل كويس، الاثنين السنتر باكس بتوعك بقوا مكملين ورا لعيبه نص الملعب، فبالتالي انت اللعيبه النهارده بتشتغل في منظومه جيده، سواء اذا كانت منظومه هجوميه او منظومه دفاعيه. ينقصنا بس حتى في الماتشات اللي فاتت، يعني التكمله القويه بتاعت اكرم، ينقصنا النهارده التكمله بتاعت محمد اشرف، ودي هتيجي مع الماتشات، خد بالك. انت برضو المدير الفني بيشتغل واحده واحده وبيحسن واحده واحده، يعني بيشتغل على الفريق واحده واحده، ابتدي حقيقي النادي الاهلي عايز ايه، انا كمدير فني اجنبي جاي فرقه ماسك النادي الاهلي عايز ايه، عايز بطوله، هشتغل على الحته الهجوميه اوريدي، اصلا الاهلي دفاعيا ما فنش سلفت كويس قوي لو تفتكر اخر 10 ماتشات، اخر 10 ماتشات ما كانش ولا جول، ايوه مع سواريش بالظبط، السنه دي برده كويس، انت داخل فيك جول واحد تقريبا من خمس ماتشات اعتقد، او اربع ماتشات، فانت ماشي برده حتى دفاعيا بشكل كويس، ثلاثه دوري واثنين اتحاد مونستيري وماتش الزمالك ست ماتشات دخل فيك هدف جول. فده امر جيد جدا جدا دفاعيا بالنسبه للنادي الاهلي، فالراجل عايز يحسن الجانب الهجومي، عايز يكسب، حتى بص على التغييرات يا كابتن كلها صح، يعني التغييرات كلها تغييرات هجوميه، انت بتتكلم يعني باستثناء ما عدا هاني، ما انا بقول لك باستثناء، انا بكلمك حتى كمان في الماتشات اللي فاتت، ماتش الزمالك، أيوه. والماتش الاتحاد المنستيري، وماتش اسوان، والماتش كل الماتشات اللي لعبها النادي كولر مع النادي الاهلي، هو حتى كمان الفكر بتاعه، لا انا مش عايز امن دفاعيا بعد ما اكسب، لا انا عايز دايما ابقى في الحته الهجوميه، عايز اسجل اهداف، عايز دايما ابقى راكب الماتش بلغه الكوره، عايز دايما احط الفرقه اللي قدامي هي اللي في موقف دفاعي عشان ما الجاش انا للحته الدفاعيه، فبالتالي ابقى في موقف دفاعي، فيبقى من السهل انك يجي في الجول، ده الاستراتيجي اللي بيشتغل عليها كولر، ناجحه مع النادي الاهلي، ناجحه مع النادي الاهلي بشكل جيد النهارده، خلي بالك كمان اللي بينجح النقطه ديت الادوات اللي معاك اكيد، يعني اللعيب هو لو ما كانش عارف ان الكلام ده ممكن يتنفذ في الملعب، لا ما كانش هيعمله، هو بيشتغل عليه، ولكن خد بالك هو عنده الكفاءات واللعيبه اللي تقدر تنفذ في الملعب. طب مما لا شك فيه لعيبه النادي الاهلي من افضل اللعيبه ان لم تكن الافضل في مصر على الاطلاق، يعني
لايبه كويس عشان لازم نديهم حقهم برضه، عشان انت عارف ان في ناس بتاخد الجماهير في حته تانية خالص، وداست على لعبتنا فترات كبيره جدا 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 السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، ولكن انت زي ما بتقول كده كابتن بلال، لا بس لا بس لازم يديهم حقهم. ما ينفعش فرقه واخده اثنين افريقيا واثنين ثالث عالم ويداس على اللعيبه بتاعتها، ما ينفعش. ممكن اقول حصل هبوط في الاداء في بعض الاوقات، لكن الكواليتي نفسها استحاله ادوس عليها. يعني انا النهارده ممكن اقول ايه، والله ده قفشه مستواه قل شويه، والله ده شريف مش موفق الفتره اللي فاتت دي، يعني ممكن نقول كده، لكن ما نقولش ان الكواليتي قليله. فرقه واخده اثنين افريقيا او اثنين واثنين مرتين ورا بعض بطوله عالم، وتيجي تقول لي اصل احنا الكواليتي بتاعتنا لعيبه اي كلام؟ لا ما ينفعش تقول اي كلام، ما ينفعش. يعني انت بتقيس ازاي؟ بتقيس في البطولات الاول، لما بتقيس في المستوى المحلي، بعد كده بتتصاعد طبعًا. تمام، بتروح للبطولات الافريقيه، بعد كده بتروح للبطولات العالميه. هو ده المستوى، ده التصاعد بتاع المستوى. فانت النهارده انا بقول لك فرقه واخده ثالث عالم مرتين، فرقه واخده بطوله افريقيا مرتين، وانت تيجي تقول اللعيبه بتاعتنا اي كلام، او تقول لي اصل احنا عندنا لعيب ممكن ياخد احسن لعيب في العالم مقارنه بكريستيانو رونالدو ما ياخدش عليه، او ميسي او نيمار، وتقعد يعني تقول مقارنات اساسا يعني مش في عالم البطيخ. فاهم الكلام ده ايه؟ عارف احنا ممكن نسال، على فكره احنا بنسمع ونسكت عشان احنا بنضحك. يعني احنا بناخد الكلام ده يعني في 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 بتضحك، بتسمع نكته حلوه فبتضحك. لا بس احنا ضحكنا كتير الايام اللي فاتت. بتقول يا كابتن؟ ضحكنا كتير قوي. ما هو انت كابتن، شوف انت لما ركزت في افريقيا فسبت له المساحه في الدوري فاخذ الدوري. صح؟ هو ده اللي حصل. وبفعل فاعل برضه. فعل يعني فاعل بقى. بص انا ما بحبش ايه، مش عايزين ننكرها بقى. انا ما بحبش يا كابتن اعول على حاجات خارجيه، انا بتكلم عنها بس دي حقيقه يا كابتن. انا حطيت مصب تركيزي في بطوله افريقيا. ايوه اخدتها انا. ايه انت الاهلي اربع بطولات بيصل النهائي، اثنين بياخد واثنين بيخرج. أيوه. مظبوط. اربع سنين ورا بعض في افريقيا. السنه اللي فاتت احنا خرجنا من، يعني اتغلبنا في الفاينل، برضو كانت الامور مش افضل حاجه بالنسبه للنادي الاهلي. المباراه يعني كانت المفروض تبقى مباراه على الحياد. مزبوط. ما كانتش مباراه على الحياد، فبالتالي ده جزء كبير جدا من الخساره. هل لعبت كويس او لعبت وحش؟ ده موضوع بقى تاني. هي. انت اديني الفير، اديني الفير، اديني العداله. صح. وبعدين انت بقى قيمني كمستوى، قول لي لعبت او ما لعبتش. مزبوط. لكن ما تحطنيش النهارده معلش تلعب مباراه من وان واي على ملعب الخصم وتيجي تقول لي اصل انت خسرت البوست، كنت وحش. ماشي هي. مش مهم، فاهم قصدي؟ فاحنا بنسمع كلام واقاويل كتيره جدا 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 يعني ليس لها علاقه بالحقيقه في شيء. إيه فلان احسن اسطوره العالم، وفلان الثاني هيلعب هيقعد بيكهام، وفلان الثالث مش عارف احسن سيرد باك في امريكا اللاتينيه. بتسمع كلام في كره القدم. مش بيصدقوا. لا مين كابتن؟ مين اللي بيصدق؟ مش احنا، في ناس بتصدق. الجمهور. لا احنا بس حالا نصدق. كان صدق يا كابتن؟ احنا نصدق ايه؟ لا الجمهور بيصدق. يعني الحته بتاعت انت اللي بتتكلم عليها لما اتقال مثلا ده اخذ الكره الذهبيه وقعد في البيت. لا الجون الثاني اخذ الكره الذهبيه وقعد في البيت. يعني الجون الثاني ما يحسبش، كلمه الجون الثاني وما يحسبش، ده في ناس اتضايقت. احنا بيحصل يا كابتن، في ناس لا بس على فكره ما بتحسبش بقى في الدوره الرمضانيه. ايوه في ناس مصدقه. لا في ناس مصدقه ومستوعبه الكلام ده وبيقولوا الكلام ده. يعني على فكره عادي في الدوره الرمضانيه، لو انت بتلعب دوره رمضانيه ممكن تروح للجنه حكمته مش شيرو الجون ده. مش عاجبني. بس الجون ده مش عاجبني. يعني حاجات تضحكك بجد. يعني نجحوا ان هم ياخدوهم بره. لا ما نجحوش. هو الكابتن بص هو عايز لا بياخدوهم بره الملعب. اللي بيصدق هو عايز ياخدك انت بره. ايوه بالظبط. ايوه بص يقلل من الفاليو بتاع النادي الاهلي، ويقلل من امكانيات وقدرات لعيبه النادي، ويقلل من المدير الفني بتاع النادي الاهلي، فبالتالي يحطك انت في حته صغيره كده عشان يفضل يقلل منك، فبالتالي هو يفضل راكب. انا مستني اشوف الجون النهارده بلال. علشان يعني حتى انا مستني معلش هقطعك في دي، انا مستني اشوف الجون مع كابتن نصر لما يجي، ومستني في الحته التحكيم. انه انا بخاف من حاجه مهمه. يعني انت السنه اللي فاتت ودوك لحته احنا ما كناش كويسين، احنا كنا مجهدين، احنا كنا كذا. انت فاكر دي 14 بونت ما اتحسبلكش في الفار، احنا حسبناهم. لو حسبت ال 14 بونت انت خدت الدوري بفرق كبير، اسابيع كبير، حتى وانت مش في افضل حاجه. بس لا بس يودوك لحته ايه؟ في ناس تطلع وللاسف من عندنا مثلا يطلع يقول لك ايه؟ لا احنا مش كويسين. انت مالك كويس ولا انت مالك بايه؟ انا مش لازم ابقى كويس على طول.
انا كويس اديني حقي. أيوة. وحش اديني حقي. مظبوط. بس اتفضل يا بلال معلش. اه اتفضل. عيش عيش يا كابتن احمد. عجبك كلامي؟ جميل. انا ساكت اهو. انا ساكت. انا ساكت. بعد الدوليك هديك حقك. اتفضل يا كابتن بلال. السبت 7:30 لسه جاي عليك. 7:30 اتفضل يا كابتن بلال. انا بديت 7:15. اتفضل يا كابتن. فطبعا لا انت عندك لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا. انت 6 من لعيبه النادي الاهلي يروح المفترض ان هم يروحوا منتخب مصر. يعني نص فرقه النادي الاهلي. والتاريخ بيقول ان طول ما فرقه النادي الاهلي جيده طول ما منتخب مصر جيد. مزبوط. التاريخ بيقول كده يعني. مزبوط. من سنوات كبيره جدا جدا مش من الاونه الاخيره. صح. فقط غير. فالنهارده لما حتى على لما تيجي تقيم اللعيبه اللي موجوده النهارده اكرم توفيق لعيب اساسي ولعيب محترم. علي معلول لعيب اساسي ولعيب محترم. الاثنين السنتر باكس بتوعك متولي اكتشاف رائع جدا 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 لكولر عاد اكتشافه مره ثانيه. نص ملعبك ما عندك 3 من افضل الثلاثة اللي موجودين. صح. في لان ده كمان يا كابتن بلال بتتكلم على يعني انت لو قلت 6 مثلا او 7 وفي كمان 2 في منتخباتهم يعني معلول في تونس. طبعا. مالي ادي ديانج يعني فاهم لولا الاصابه بس. طبعا. بتتكلم على فرقه النادي الاهلي تقريبا كامله. اكيد. فعندك لعيبه امكانيات وقدرات عاليه جدا. كل الهدف من اللي بيقال انه يقلل من قيمه اللعيب او يهد من اللعيبه دي من افكارهم وثقتهم بالنفس. انت النهارده عشان اكسبك عامل ايه الاول يبقى في حرب كلاميه. أيوة. تمام. لو نجحت انك تستنزف في الحرب الكلاميه اعتقد هتستنزف في داخل المستطيل الاول. وده اللي ساعات كتير جدا الناس بتشتغل على فكره مش في مصر بس. ده في اوروبا برضو بيشتغلوا. أيوة. كده يعني. أيوة. المدربين التصريحات بتاعتهم بتبقى تصريحات يعني حروب بره الماتش. تنزل الماتش يبقى في طبعا عشان ممكن تأثر على فكرك. أيوة. داخل المباراه. لكن لعيبه النادي الاهلي ده قيمه كبيره جدا. المدير الفني بتاع النادي واضح انه مركز جدا مع اللعيبه وعارف قدراته وامكانيات كل اللعيبه. واضح ان هو بيدور على كره القدم كلعبه. عايز يلعب كره قدم حقيقيه. مزبوط. الباس والريباس وينقل ويشتغل. والنهارده حتى في الفاولات بنشوف لا في تاكتكس بيشتغل. اللعيبه بتلعب ماتش الزمالك وماتش النهارده برضه في شغل. أيوة. في الفاولات وفي الكرار في شغل بيتعمل. يعني واضح ان الراجل يعني هيصنع منظومه كره قدم جيده مع النادي الاهلي ان شاء الله. صحيح. طيب نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء كنا بنتكلم من فتره على اي مدير فني يجي على فريق بنقول بصمات بعض المدربين بتظهر بعد 6-7-8 ماتشات. ده الماتش 6-7-8 كتير. ماشي. 6 ماتشات كنت مشيته يعني 7-8 ماتشات ما عملتش حاجه يمشي. لا مش ما عملش حاجه تظهر بصماته خصوصا مع الفرق الكبيره. ماشي. انما مستر كولر بدات بصماته تظهر سريعا يعني بعد الماتش الثاني بعد الماتش الثالث لا بدات بصماته تظهر على الفريق. بص يا ايمن هو واضح ان هو مدير فني ذكي. وزي ما ده بقول كلمه انا هنا هو استغل كل فتره مع ازاي متواجد مع فريق النادي الاهلي. هو جديد داخل على فريق جديد داخل على دور جديد على اجواء جديده كلها وعارف شاف خلفيه عن الحاجات دي يا كابتن. اكيد هو الخلفيه الوحيده اللي خدها اكيد لما جه سال او بيتعاقد مع النادي الاهلي فعرف ايه هو النادي الاهلي كويس. عرف الكوره في مصر. عرف اكيد اتكلم مع حد عرف نوعيه اللعيبه المصري ازاي اتعامل معاه. كويس. الى هو بقى له يعني الى جانب اجتهاداته هو تفكيره هو قناعاته هو الكره ممكن يكون يتفرج على ماتشات من الفتره اللي فاتت مثلا يتفرج على فيديوهات ممكن بس مش هتساعده هو ايمن يوصل للمستوى ده. هو بياخد عشان تتفرج على فريق انت هتروح تمرنه تاخد فكره عامه عن شكل الفريق على نوعيه اللعيبه نوعيه اللعيبه على نوعيه الدوري اللي انت بتنافس فيه مين المنافسين بتوعك. انت ايه بالظبط انت ترتيبك ايه انت ايه شكلك فيه البلد انت رايحها دي. فهو اكيد خد خلفيه ان ده النادي الاهلي كويس الاول في افريقيا الاول في مصر وفي الشرق الاوسط والسي في الكبير قوي بتاع النادي الاهلي دي حاجه. فدي دافع كويس قوي ليه. خد بص على الدوري المصري اكيد خد فكره عنه شاف نوعيه اللعيبه المصري اكيد اتكلم مع حد عرف نوعيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيجيب عنده احسن لعيبه في مصر. كان بيتكلم بلال انك طول ما انت عندك لعيبه كويسه في مصر في النادي الاهلي منتخب مصر بخير. كويس. ذكائه في ايه بقى؟ اللي حضرتك بتتكلم عليه. اول حاجه انا دايما بتكلم على حاجه مهمه جدا هو عملها. فتره اليوم الكامل اللي عاشها مع اللعيبه دي فرقت معاه في نص المشوار بتاعه. كان ممكن يجي مدرب جديد يعمل فتره واحده بس ويروح ويكتفي بس بالماتشات وياخد فكره ويسال ويتكلم. لكن هو واضح ان هو مدرب ذكي في حاجه. هو عايز يبقى متواجد مع اللعيبه.
يعني اما متواجد مع لعيب غير ما اتفرج عليه، يعني مثلا عايش في وسط مثلا بلال واسامه وعادل، فانا شايفهم قدامي غير لما اتفرج عليهم كل واحد مثلا ساعه ساعه ونص وخلاص على كده. لا انا بشوف اللعيبه بيتمرنوا ازاي معايا، درجه استيعابهم ايه، فكرهم ايه في الملعب، ادائهم ازاي في التمرين، ممكن حد يتضايق من فترتين ولا لا، ممكن حد يعني يتجاوب مع اليوم الطويل ولا لا، خصوصا بقى لك كتير قوي ما فيش حاجه اسمها اليوم الكامل في النادي الاهلي. فهو الراجل قال بيه كده راجل بتاع شغل، بتاع شغل، يعني انا عايز اعرف كل حاجه عن فريق النادي الاهلي واللعيبه وانا موجود معاهم. يعني السمع حلو لكن لما اعيش واشوف ده احسن حاجه. ما انا بسمع مثلا عن كابتن اسامه ده كذا وكذا 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 وكذا، سمع، لكن لما اكون انا متعايش مع اسامه اليوم كله او اسبوع او اسبوعين خلاص انا عرفت الفكر ايه بتاع 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 اسامه، بينفذ ازاي، بيتحرك ازاي، مدى استيعابه الكلام. انا ما هو كل مدرب او كل مدير فني ليه طريقه لعب معينه، ليه فلسفه معينه، ده بيحب يمسك كوره واستحواذ، ده بيحب لا يلعب هجمه مرتده، كل واحد ليه فلسفه. واحد بيحب يهتم قوي بالدفاع، واحد بيحب يلعب انا بلعب ضاغط دايما، لا انا بقى يعني كل واحد ليه فلسفه لكن على حسب القماشه اللي معاه. ايوه زي عشان كده كنت بقول لبلال لما كان رضا شحاته لما كان لاعبنا واخد مننا نقاط كان مع الجونه، عنده الامكانيات اللي تساعده ممكن تضايقك في المباريات، لكن الداخليه مع الاحترام الكامل ليها لا ما تقلقكش وما تخوفكش، انت بس كل قلقك ان كان الهدف اتاخر، لكن الهدف جه بدري الحمد لله، الهدف الثاني وزي ما كان عاد بيتكلم ممكن تكون تكسب خمسه وسته وسبعه كمان. فدي نقطه ايمن. الحاجه الثانيه هو واضح ان قفل على فريق النادي الاهلي تماما، لدرجه ان المباريات الوديه ما زعهاش ولا لقناه الاهلي. مظبوط، فهو دي كانت ميزه كابتن. طبعا هو قافل تماما على الفريق، هو مش عايز ولا عايز تصوير ولا عايز حاجه خالص، هو عايز الفتره قبل الدوري او قبل افريقيا يبقى منفرد تماما بالفريق. بس هو عايز يشوف كل حد على لوحده. اكبر دليل محمود متولي. مين كان في ولا حد يتوقع بك. مين كان في مصر كلها في جماهير النادي الاهلي واحنا وكل حاجه يتوقع ان محمود متولي هو اللي هيبدا مع كولر؟ ولا حد. ولا حد. ده جه منين؟ الفتره اللي شافها مع متولي. صح. وفكره هو. صح. شاف ان محمود متولي اقرب واحد ينفذ الفكر ده، عرف ان ده لعيب كوره بيحب يستلم، بيحب يطلع كوره سليمه مع واحد تاني. مزبوط. محمد عبد المنعم هيشكلوا له الاثنين المساكين كويسين، وبدا يشوف بعد كده مين اللي بعديه الثالث. النهارده مثلا شفنا الثالث يبقى ياسر، خلاص حافظ مش اتحافظت الطريقه والسيستم بتاعه خلاص واضحين. أيوه. انا عندي واحد. أيوه. وعندي اثنين. النهارده التغييرات الكتير دي كلها وما قلقش منها ليه؟ لان هو عنده واحد واثنين، عنده واحد اساسي والبديل بتاعه مش قليل. مزبوط. يعني انت متخيل النهارده على التالق اللي فيه كريم النهارده كريم بديل. بالظبط. يعني مش اساسي خالص. أيوه. بديل. أيوه. كويس؟ دي حاجه. الحاجه اللي فادته قوي او هو اللي عملها واكيد كلنا مقتنعين بيها كمدربين، يعني يمكن انت وبلال يعني اكيد مقتنعين بيها من غير ما تعيشوها، يمكن اسامه وعادل عارفينها، حته المنافسه. مظبوط. تعمل منافسه مع الفريق بتاعك انت واصل لمستوى عالي جدا، خصوصا نوعيه وتفكير اللعيب المصري. لو سبته ان هو نمره واحد ومريح الدنيا هيريح هو خالص. بالعكس، انت دايما ضغط عليه وفي منافسه، ضغط عليه وفي منافسه في حتى في التمرين نفسه. أيوة. فدي كل حاجه ايمن هو اللي هو اللي شافها بقى من لعيب. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز يلعب كوره، بيحب يلعب كوره صح، كوره سليمه، كوره هجوميه، مش عايز كوره عشوائيه وزي ما تكون. ده برضو واضح من الكام ماتش انا قلت لك بعد الثلاث اربع ماتشات تبدا تتكلم على كولر. ايوه. هو بدا وضحت خلاص الفكر بتاعه. راجل حتى في انتقاداته في اللعيبه كانت اخر مباراه قبل الزمالك انتقد جامد قوي اسوان. الشوط الثاني. قال لك مش دي الكوره اللي انا عايزها. أيوة. او دي مش دي الكوره اللي انا عايز اللعيبه تلعبها. ده هو يبقى دليل ان هو في حاجه معينه بيطلبها. هو عايز يلعب كوره بين قوسين كده، كوره حلوه، كوره نظيفه. ما يلعبش كوره عشوائيه وكوره تخبيط وكوره جري. لا، هو عشان كده طلع انتقد الفريق بس بهدوء ويعني بسلاسه. انت كسبان لكن مش دي الكرة اللي انا عايزها. واحد مدرب غيره كان طلع قال ثلاث نقاط مهمين والكلام والدباجه الحلوه دي والموضوع خلص. لكن هو واضح ان هو راجل حتى لما بيجي يتكلم بيتكلم هو اولا مقتنع بالكلام بيقوله هو، مش بيتكلم عشان يرضي الاعلام او يرضي الجمهور. لا، انا بقول مش دي الكرة اللي انا عايزها.
لان هو اكيد بيحفظ كره معينه في التدريبات. ما انا مش هطلب كره في الماتشات يا ايمن وانا مش محفظ، يبقى انا ما بعملش حاجه، بتضحك على نفسك وبتضحك على اللعيبه بتاعتك، يبقى انت راجل بتستهلك الكلام. لكن انا ما اكون في التدريب بحفظ حاجه بطلبها دايما وبصم عليها، يبقى اجي لما تيجي في الملعب في المباراه ما تعملش، يبقى انت مقصر ولازم ادوس عليه، يبقى هو اللي مقصر وابدا احاسبك مره واثنين وثلاثه. ما اديتش، انا عندي واحد ثاني مستني فرصه، واللعيبه كلها ممتازه ما شاء الله. دايما النادي الاهلي بيجيب احسن لعيبه في مصر على طول موجوده الحمد لله، حتى اللعيبه اللي جايه بره يعني كلها على مستوى عالي جدا. ويمكن المثال الاكبر ديانج، بقى له الموسم الثالث مع النادي الاهلي، حاجه يعني ممتازه. لكن تخيل انت ديانج النهارده مش موجود، ولا السوليه موجود، ولا كل عايز اقول لك حاجه برضه يا كابتن، ديانج عالي جدا 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 مع النادي الاهلي. كنت هقول لك حاجه، عالي جدا في مستوى في النادي الاهلي. المحترف بتجيبه في بعض المميزات دي طبيعي، لكن الذكي زي ديانج ده خصوصا لما يكون سنه صغير، هو بيزيد معاك لان بيعلم. هو بيعلى معاك وبيزيد هو على المستوى الفردي ومستوى الجماعي، لان هو بيلعب في النادي الاهلي. أيوه. ما بيلعبش في نادي بيتعب قوي عشان يستلم الكوره، بيتعب قوي عشان لا هو بيلعب في النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي. لكن المعادله كلها نفعت، هو استفاد من اسمه وطريقه لعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي استفاد منه ان مستواه عالي. ان النادي الاهلي ما كانش مستوى ديانج عالي خلاص، ما تجربه وهو صغير وكان يمشي. لكن الشكل العام ديانج تجربه ممتازه، هو ده اكبر مميزات الكولر. وبعدين مش اما يكون في حاجه غلط بيقولها، ما يعني عارف ايه، لعيب وحش بينتقده بهدوء، ما بيقصوش عليه لكن بينتقده بهدوء. يعني ممكن زي ما احنا اتكلمنا كنا النهارده قلنا ايه، لسه لحد الان رقم 9 في النادي الاهلي ما تحددش، لان هو لسه هو كمدير فني مش مقتنع، لكن هو مقتنع بكل الاماكن خلاص، لكن 9 لسه ما اقنعوش. فهو ده الحلو، عشان كده بقول لك احنا النهارده كلنا مبسوطين اكيد. لو سالت اسامه وعادل وبلال، ان محمد شريف احرز هدف، لان هي دي حياته، وانت اكيد عارف كده انت وبلال، المهاجم حياته ان هو يحرز هدف، حتى لو مستواه انا مش محتاج مني مستوى قوي، انا عايز هدف هيجيب مستوايا. انما مهما كنت مستوى كويس او ما تجيبش اهداف، انت من جواك مش هتبقى مبسوط، لان دي حياتك انت، الجزء بتاع ال 18 دي والاهداف. فكلها مميزات النهارده، حتى مباراه سهله والمنافس مش قوي كل حاجه، لكن انت استفدت النهارده. اكتر واحد الراجل على الشاشه ده كريم فؤاد النهارده، هايل. انا مش هينسى اليوم ده النهارده، مش هينسى المباراه دي النهارده، انك تديله دفعه قويه جدا جدا يعني جدا. انا كان نفسي الجول ده يتحسب صراحه عشان يبقى هاتريك، بس هو اول ما اتلعب انا قلت اوف سايد طبعا، لكن هي كانت واضحه. لكن هو النهارده استفاد كويس قوي، وكولر كمان اداله لمحه حلوه ان هو خرجه ياخد تحيه الجماهير لوحده، انه يحس برده اصل المدير الفني في اوقات بيعمل حاجات بسيطه قوي، هي بسيطه بالنسبه للمشاهد، انها بالنسبه للعيب الكوره بتعليه قوي. يعني النهارده كريم فؤاد لما يخرج والجماهير كلها بتاع النادي الاهلي بتدي له حقه في التشجيع، ان هو النهارده جايب جونين والراجل النهارده ممتاز، حتى بغض النظر عن الجونين، وتشجعه على تحييه على الفتره اللي فاتت، هدف الزمالك والفتره اللي قبلها بتاع مباراه الاسماعيلي، فده بيقويه قوي او بيزوده قوي كلاعب هو. فدي لمحه، مع ان ساعات يقول لك ايه، بعض اللعيبه بتزعل لما تكون جايبه جولين والمدرب يسحبها، استنى يمكن يجيب هاتريك. لا هو هو المدير الفني دايما عايزك تخليه بيحاول يخرجك في احسن صوره، ان هو يخلي شكلك حلو قوي. فالنهارده تغيير كريم فؤاد لمحه او ذكاء من كولر، اخليك تاخد تحيه الجماهير لوحدك اللي تسحقها. فكلها دي النهارده كلها ايجابيات في المباراه، واربعه طبعا، ممكن تزيد قوي، لكن وثلاث نقاط مهمين جدا الحمد لله، وبادئ بدايه ممتازه، كلها مكسب. فدي كلها النهارده مباراه، مهما كانت المباراه مش قويه قوي، لكن انت بتعرف تستفاد من كل مباراه. مزبوط. على حدها. مظبوط كابتن اسامه، يمكن واحنا بنتفرج على الملخص لا فوارق كبيره جدا جدا، وزي ما انت قلت يعني ممكن الماتش كان يخلص 8 9 10 نتيجه كبيره. اداء جيد جدا من لعيبه النادي الاهلي، تحركات كتير جدا في الملعب، المعدلات الجري كبيره جدا. شفت الماتش ازاي الناحيه الفنيه للنادي الاهلي؟ انا قلت لك فرقه الداخليه والكابتن رضا يعني المفروض يعملوا يعني صلاه شكر او سجدة شكر، لان المباراه دي كانت بسهوله جدا تنتهي 6 7 يعني بالمستريح، انا مش عايز اقول 9 10 فرص سهله جدا للتهديف راحت من النادي الاهلي. ويعني الشاشه دلوقتي كانت بتعرض
ما فيش حد ما ضيعش. بيرسيتاو، مجدي قفشه، شريف، حسام حسن، شادي، كل وكلها حاجات بتاعتهم كلها يعني. كلها تغييرات يا اسامه لو انت ملاحظ كمان كلها تغييرات مظبوط. يعني التغيير يعني اللي كانوا بيلعبوا واللي نزلوا كلهم جالهم فرص ان يجيبوا اهداف سهله. ف يعني اداء يعتبر جيد في مجمل اللقاء. احنا قلنا بس النقطه الوحيده اللي انا تاني بقولها وتالت، واضح جدا ان مستر كولر عمل خلق حاجات في فرقه النادي الاهلي، ومنها سرعه، السرعه في كل شيء، السرعه في استخلاص الكوره، اول ما بيفقدوا الكوره بيحاولوا يجيبوها بسرعه، السرعه في التمرير، السرعه في اللي هي سرعه الاداء، يعني بدل ما انا اخد الكوره زي ما كان. حتى في مره هو فضل يلوم على احمد عبد القادر، كان ماشي بالكوره كتير وعايزه يطلع الكوره شويه، اللي هي سرعه الاداء مزبوط. اللي هي اول ما تجيلي الكوره بتصرف من لمسه واحده او من لمسه ولعبه على الاكتر، ما اقعدش اقعد انا لوحدي اجري بالكوره. السرعه في اتخاذ القرار، السرعه في زي ما قلت لك استرداد الكوره، يعني الريتم يبقى سريع في كل شيء. واضح جدا ان الاسلوب ده ان مستر كولر عايز ينفذه مع لعيبه النادي الاهلي. طب بعد اذن كابتن ممكن نروح بس ناخد زميلنا محمد توفيق مع كابتن سامي ومصان، ونرجع نكمل كلام مع كابتن سامي عرب. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك بعد انتهاء مباراه الاهلي والداخليه وفوز النادي الاهلي باربعه اهداف مقابل هدف واحد. الف مبروك الفوز لكل جماهير النادي الاهلي. معانا بعد انتهاء اللقاء كابتن سامي ومصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي الف مبروك الفوز، اعتقد اداء اكثر من رائع وبقالكم استراتيجيه واضحه جدا والحمد لله بتشتغلوا بيها وبتحققوا الفوز كمان. طبعا تحياتي كابتن ايمن، بقول له الف سلامه طبعا عليك. زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا، خصوصا بعد بطوله كبيره زي بطوله السوبر. يعني الراجل كان محذر طبعا من اهميه المباراه والدوافع اللي فرقه الداخليه بتمتلكها، يعني عشان تبقى عاوزه برضو تعمل نتيجه كويسه على بطل السوبر. فاعتقد الحمد لله كان استعداد مهم جدا بالنسبه لنا، والنتيجه الحمد لله واداء واهداف الحمد لله كانت كفيله ان تدينا الثلاث نقاط يعني، وتدينا ثقه وتدي جمهورنا ثقه. نوعدهم طبعا بمزيد ان شاء الله من الانتصارات الثانيه ورجوع الفرقه ان شاء الله للمنصات البطولات دايما يعني ان شاء الله. كابتن سامي، يمكن اكتر من لاعب مش بس كريم فؤاد النهارده واحد من نجوم المباراه، افضل لاعب في المباراه، قعدتوا اكتشافهم تاني بتتوظف بشكل اكثر من رائع. شايفين فرق كبير جدا في الاداء والتطور بين اللاعبين، والاستراتيجيه بتاعتكم بقت باينه في الملعب قوي. طبعا الراجل بيشتغل والحمد لله، وبيهتم بالتفاصيل جدا زي ما انت قلت، تفصيله صغيره بس فرقت معانا في الاداء. يعني كريم قدم مباراه طبعا كبيره النهارده، وكان نجم اعتقد من نجوم المباراه النهارده برضو، اكرم وقفشه وشريف وحتى وياسر طبعا ومتولي واشرف، مكسب برضو كبير بالنسبه لنا. واعتقد كل الناس حتى الناس اللي نزلت النهارده عملت مجهود سواء بدني او رجوع تاخد ثقه شويه، تاو وشريف، تاو وشادي وحسام حسن وهاني طبعا في مركز برضو جديد عليه، يمكن يعني لعبه فتره كبيره لكن النهارده برضو بيأدي اداء مميز. فاعتقد الحمد لله اللعيبه عندها دوافع كثيره اللي هي عاوزه تعمل اقصى حاجه وعاوزه ترضي جمهورها وعاوزه تعوض السنه اللي فاتت يعني. فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي، وان شاء الله يوفقنا، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه لجمهور النادي الاهلي. كابتن سامي، كان فتره توقف طويله داخله طبعا عشان سواء كاس العالم او كمان الارتباطات الدوليه والاجنده الدوليه، الفتره الجايه شايفها استغلال الامثله هيبقى ازاي وهتتعامل معاها ازاي؟ خلينا نقول ان احنا الحمد لله ختمنا مرحله كبيره بالنسبه لنا النهارده الحمد لله طبعا بثلاث انتصارات في الدوري وانتصارين في افريقيا وبطوله كبيره زي بطوله السوبر. فنهايه مرحله الحمد لله عملتها على اكمل وجه، يعني زي ما انت قلت بقى نستعد كويس للفتره اللي جايه. عندنا فتره راحه يعني، نشتغل لحد حوالي يوم الثلاث، وبعد كده نبدا ناخد الاجازه، وبعد كده نرجع تاني بقى نستعد ان شاء الله بقى سواء لمباراه الدوري او لو الرابطه او ماتشات الكاس. فنستعد ان شاء الله للمباراه الجايه باذن الله. شكرا كابتن متراكم، دوام التوفيق باذن الله. شكرا. كابتن ايمن، ده لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. دايما يا رب النادي الاهلي موفق، ودايما يا رب في الميعاد. كلمه لحضرتك، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه، واضح ان حتى من كلام الكابتن سامي قمصان في حاله رضا عام عن حاله اللعيبه وعن الفتره دي، مكاسب مستمره، اداء جيد، والاداء بيزيد من مباراه لاخرى، فوزك بكاس السوبر يعني الحمد لله رب العالمين، البدايه مختلفه. بص يا ايمن، فوزك بكاس السوبر وكمان المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك نقطة تحول كبيرة جدا جدا جدا. لابد ان يستغلها الجهاز الفني واللعيبة، لانه الجمهور
الفتره الاخيره اللي هي الخمس ست شهور الاخيره للاهلي ريح فيها اللعيبه واللعيبه مصابه والزمالك كسب فيها الدوري والكاس والكلام ده، ابتدت اقاويل والثقه تتهز في بعض الناس. وفي ناس تفتي وتقول لك احنا عايزين نغير 15 لعيب وناس 10، يعني دخلنا في مجادلات مع ناس كثيره في الموضوع ده. فمكسب اللي فات بتاع ماتش الزمالك طبعا عن جداره واستحقاق وكده اعاد الثقه جدا بالنسبه لجمهورنا في اللعيبه وفي النادي. فنقطه تحول وثقه غير طبيعيه، يعني نقطه فارقه من النقاط اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي كده، تعمل لك قفزه لحاجه تانية. فانت كنت متوتر، كنت قلقان، كنت خسران في الفتره الاخيره اكتر من بطوله، يعني عارف ايه، فجرت بقى فيك حاجات واديتك ثقه واديتك معنويات عاليه جدا واضحه جدا على ماتش النهارده، رغم الغيابات اللي احنا قلنا عليها ست غيابات فيهم ناس مؤثره جدا. يعني قلنا في ناس بعض الناس اساسيه ورجعت ماشي، لكن في غيابات مؤثره جدا. فكل العوامل بتاعت المباراه دي مفروض تستغل، ووضحت ان اللعيبه فعلا استثمرتها. ومستر كولر النهارده في نتيجه 4، وان كنت بقول انه النتيجه كانت ممكن تبقى اكتر من كده بكتير. فانا قلت لك انه مستر كولر واضح فيه بعض السمات او المميزات، رغم ان انا بقول ايه، كل ما بنقعد بنستكشف حاجه لغايه لما اداء الاهلي يبقى جيد جدا ويستقر نقدر نقول حكم نهائي. ولكن في حاجات واضحه، يعني زي ما قلت لك انا سرعه في كل شيء، سرعه في استخلاص الكوره، سرعه في الاداء، اللعب سريع، بيحاول يوصل للجون بسرعه، بيحاول يستخلص الكره بسرعه، سرعه التحول من الدفاع والهجوم والعكس، كل السرعه بكل اشكالها، بكل بيحاول يطبقها. صحيح بتوصل احيانا، وانا قلت لك على الشوط الاولاني ان بتوصل لحد التسرع، لانه السرعه يعني ان انا انقل الكره مثلا بسرعه بس ما اعملش فيها خطا، انا عايز العبها لايمن يبقى بلعبها لايمن، عايز العبها لبلال يبقى هلعبها لبلال، لكن ما بلعبش لحد تاني. ايوه دي سرعه. غير بقى ان انا عايز العب لايمن اروح لاعب لحد تاني، ده اسمه تسرع بقى، انا عايز بسرعه يعني بس توصل للتسرع. فده حصل جزئيا الشوط الاولاني في بعض الفترات، في تسرع، في استعجال. احنا قلنا ممكن الشوط الاولاني كان يخلص 3-4 5، ولكن جبنا 2-1. يعني اللي يشوف الماتش او اللي ما سمعش عن الماتش، اللي ما شافش ويسمع ان الاهلي كسبان الداخليه الشوط الاولاني يقول ايه ده، الماتش فيه تكافؤ، رغم ان الشوط الاولاني مثلا الاهلي كسب فيه 6. ايوه الشوط الثاني الاداء استقر شويه، قلت لك مجدي قفشه ابتدى يسيطر على اللعب، ويمكن انت اللقطات اللي جبتها في الشوط الثاني في مثلا عامل بتاع 5-6 جوان او 7، 2 اللي كريم فؤاد جابهم، واحده لشريف، واحده لبيرسي تاو، واحده لعصام حسن، واحده يعني واحده هو راح بيها ورقص نجيب وشاطها، يعني فرص تاني كتيره جدا كانت اغلبها على رجل مجدي قفشه الشوط الثاني. فالاداء بقى افضل في حاجات الشوط الثاني، لان هم كمان بقوا مفتحين الملعب قوي وبيروحوا بست سبع لعيبه قدام، ونص الملعب بقى مفتوح، والديفنس بيقع في اخطاء كتيره جدا، مش متمركزين بصوره جيده، متلخبطين في المراكز. يعني حتى مره الاقي سمير فكري ظهير ايمن، وبعدين الاقي هاف شمال، وبعدين الاقي الين كان بادي ناحيه اليمين، وبعدين الاقي سردباك، وبعدين الاقي يعني في ارتباك وخلل واضح جدا، وبعدين هم عايزين يجاروا الاهلي في السرعه، هم مش قادرين يجاروا الاهلي في سرعه الاداء. فالنادي الاهلي الشوط الثاني قدر يجيب جونين، وكان يقدر يضيف اهداف اكتر، وفي حاجات جيده جدا اتعملت في اللقاء، وفي ناس ابتدت تظهر بمستوى كبير، وكلنا كل يعني من الاول الماتش لغايه احنا دلوقتي بنتكلم بنقول على ان كريم فؤاد ادى بشكل واضح انه ممكن بعد كده يبقى اساسي، وهيبقى رقم مزعج لو فضل كده للناس اللي بتلعب في الجزئيه دي. يعني في مكاسب كتيره النهارده، والاداء بيتحسن من يوم عن يوم. يعني طيب نروح لزميلنا محمد توفيق مره ثانيه، ولقاء مع نجم مباراه اليوم كريم فؤاد.
من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن، تحت حضرتك ضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك الفوز وفوز عريض 4-1 امام الداخليه، ومعايا نجم المباراه واحسن لاعب في المباراه كابتن كريم فؤاد. كريم الف مبروك لقب افضل لاعب في المباراه، والف مبروك الهدفين، والف مبروك كمان هدف الصوف. الله يبارك فيك، الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني الحمد لله ربنا كرمنا بفوز مستحق النهارده، واحنا يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت شغالين كويس والحمد لله يعني ربنا كرمنا بيه. يعني كريم بسم الله ما شاء الله بتعيد اكتشاف نفسك السنه دي، مركز جديد عليك، ولكن اعتقد يعني ده يمكن افضل مركز لعبت فيه وافضل اداء قدمته. لا هو مش مركز جديد، انا لعبت فيه كتير قبل كده ولعبت في مراكز اكتر من كده كمان وانا في انبي، والحمد لله يعني ربنا كرمنا ان احنا يعني الفتره دي شغالين كويس وبنجتهد وبنتمرن كويس، فالحمد لله يعني النتيجه ده باين يعني الحمد لله في الملعب. مستر كولر وثقته الكبيره فيك اعتقد مؤثره معاك وفرق معاك كتير جدا في اداءك. طبعا هي يعني الثقه كل حاجه في الكوره يعني عامه، والحمد لله يعني هو بيدينا ادوار واحنا بنركز فيها كلنا مش انا بس، فالفرقه كلها ماشيه كويس والفرقه كلها يعني الحمد لله في احسن حالتها، ويعني ربنا الحمد لله يعني بيكفينا بالماتشات دي. زملائك وعلاقتك بيهم وشايف علاقه بعد احراز كل هدف، في اللعيبه كلها فرحانه لك، خاصه اكرم توفيق اللي المفروض انكم تلعبوا في نفس المركز كمان. لا هو اكرم اخويا يعني احنا يعني هي بعيدا عن الكوره اكرم اكتر واحد صاحبي في بره الكوره كمان يعني، فالحمد لله الحمد لله يعني حب اللعيبه كلها لبعضها مش ليا بس مع بعضهم يعني كلهم، حتى حمدي لما جاب جون الفرقه كلها راحت عليه يعني بتحتفل معاه عشان خاطر زين ابنه، كلنا طبعا بنبارك له والحمد لله يعني على المكسب. جمهور النادي الاهلي النهارده هو بينادي على كريم بعد المباراه، يعني يعني شعورك وجمهور النادي الاهلي بينادي عليك النهارده كريم بعد ما اتغيرت على طول؟ لا والله الحمد لله يعني الجمهور نعمه كبيره وبشكرهم طبعا على كل حاجه، على مساندتهم لينا من بدري جدا، ويعني دي حاجه بصراحه يعني شعور جميل يعني الحمد لله. اللي جاي جمهور النادي الاهلي انت عارف ما بيشبعش بطولاته مستني منكم كتير، تقولوا لجمهور النادي الاهلي توعدوه بايه؟ ان شاء الله يعني نوعدهم بان احنا ما نبخلش باي نقطه عرق، وان احنا ندوس على نفسنا اكتر، وان احنا نحاول على قد ما نقدر ان شاء الله نجيب لهم كل مكسب ونجيب لهم كل فوز ان شاء الله. اخيرا بقى الاحتفال اللي بتعمله انت واكرم، يعني احكي لنا جه ازاي واتفقت عليه ازاي؟ هو الاحتفال اللي انا واكرم يعني يعني هي جت كده بصراحه، بس احنا يعني بنسلم على بعض كده على طول من بدري يعني، هو احنا كل ما بنشوف حتى في كل يوم واحنا جايين النادي في اوضه اللبس بيسلم على الناس كلها عادي، بس لما يجي يسلم عليا بيسلم عليا السلام ده. فبس فاتفقنا ان احنا نعمله ان شاء الله في الماتشات. قبل ماتش الزمالك قلت له ان انا يعني نفسي اجيب جون وبتاع، فقال لي ان شاء الله هتجيب جون وهنعمل الاحتفال ده سوا وكده. بس فاول ما جبنا الجون رحنا احتفلنا سوا وهنحتفلوا كتير ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا كريم، ودايما موافقين ودايما ان شاء الله متالق وعند حسن ظن جمهور النادي ان شاء الله باذن الله حبيبي. شكرا. كابتن ايمن دقق اللقاء، انا مع كابتن كريم فؤاد نجم مباراه اليوم وافضل لاعب في المباراه. الف مبروك لحضرتك، الف مبروك لضيوفك كل جماهير النادي الاهلي، ودايما يا رب النادي الاهلي في انتصارات، ودايما يا رب النادي الاهلي رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. بصراحه هو كريم فؤاد النهارده عمل كل حاجه في المباراه، يعني لعب ناحيه اليمين، اوقات كتير جدا كان بيرجع يغطي ورا اكرم توفيق، اوقات كتير جدا كان بيرجع بيخش جوه نص الملعب بيغطي بيعمل الجانب الدفاعي بتاعه، اوقات كتير جدا جوه ال 18، لدرجه ان احنا شفناه في الجول اللي اتلغى في مكان راس الحرب، وجابه كمان بطريقه مميزه جدا. انا كان نفسي وطبعا جول تسلل، ولكن كان نفسي الجول ده يتحسب عشان يتحسب له هاتريك. عمل كل حاجه في الكوره النهارده كريم فؤاد، صنع، جاب اجوال، دافع، هاجم، لعب في نص الملعب، عمل كل حاجه في الكوره، واكتشاف من اكتشافات كولر بصراحه. حاجة تحسب له، حاجة من ضمن الحاجات اللي تحسب له. وكابتن عادل يمكن انت قلت لي مرة كده من 3-4 اسابيع لما بقول لك الراجل المدير الفني الجديد لما يجي مستر كولر ممكن يقعد مثلا ايه 5-6 ماتشات، قلت لي لا، في واحد بعد ماتشين ثلاثة بتظهر بصماته بسرعة. وبالذات هو جاي يعني بدأ في فترة ما فيهاش ماتشات، يعني اعداد لمده اسبوعين ثلاثه، ولكن هيبقى في عدم استعجال، ده رقم واحد. لكن خلينا نعدد
ده من المدربين او مدرسه. طب خلينا ناخد الجوال يا كابتن الاول وبعدين جول جول وبعدين نتكلم في موضوع مستر كولر. ده الجول الاول يا كابتن. ماشي ماشي وكلم مساحه اتفضل. ابدا ماشي يا برجاوي. ماشي الكوره بعد اذنك يا برجاوي. ماشي يعني اهو ما نجيبه دي. وقف هنا يا برجاوي بعد اذنك. ايوه تمام. الميزه اللي في اقرا اللي في كريم فؤاد كفيه الحركه بتاعته. يعني في لعيبه يا كابتن ممكن تكتيكيا يبقوا جيدين لكن حركتهم بطيئه. لا كريم فؤاد بياخد في المناطق الايه اللي من ورا المدافعين. اقف بقى برجعوا برضه. الحاجه الثانيه بقى الوصله اللي ما بين كريم ومحمد شريف. لاول مره اشوف محمد شريف ينزل لتحت الخطوتين مش بتاعت محمد شريف. خلي بالك كريم عنده ميزه كويسه قوي. بيشوف بيبص. برافو عليك. عارف الكره دي يا كابتن هو محدد قبل ما يلعب. يعني هو لعبها في تحديده الاولاني. الحاجه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها لك انه مطلعين ادي 1 2 3 4 من لعيبه الداخليه بره اللعب والخامس بيتفرج. لكن محمد شريف الوان تاتش اللي عمله ها مخلي الجون ما يقدرش يروح له. ولكن انا بقول لك ان كريم فؤاد من زمان نكمل بيلعب في ام بي. تمام. فكريم فؤاد هو بيلعب في انبي عنده ميزه حلوه تكتيكيا عالي جدا بيعرف يغطي كويس. مظبوط. يقدر يلعب اكتر من مركز. يقدر ان هو يدافع ويهاجم. عنده سرعات كره القدم في الوقت الحالي سرعات. انا كنت عايز اتكلم على كولر بس انت قلت لي بعد الاهداف هتكلم عليه. ماشي يعني نتكلم هنرجع تاني. طيب لو معانا الجول الثاني للكابتن احمد بلال ان شاء الله. بص على الجول الثاني بقى لو جاهز عندك. جول عايزين نشوف الجول الاولاني كنا هنقول عليه. ماشي هرجع لك كابتن اسامه في الجول الاولاني. انت عايز الاولاني والجول لما يجي عليك الجول الرابع هتتكلم على الجول الاول. ماشي دي كانت البدايه. ده محمد شريف. ايوه كابتن. وده مجدي قفشه برضه. بص نفس خد بالك هو نفس الانطلاقه. خد بالك يا ابني نفس الانطلاقه بس المره دي يعني طبعا هو عشان المره اللي فاتت كان هو بيتحرك من على طرف الملعب. أيوة. عشان كده لما ضم يعني كانت بعيده عن المرمى شويه عشان كده هو التصرف بتاعه. دي البدايه تصرف بعد. لكن المره دي تحضير كويس من لعيبه النادي الاهلي. وقوف كويس كمان. وقوف كويس جدا من نص الملعب. اه طبعا مظبوط. تمام. شريف اخذ الكوره لعبها بشكل كويس. بص مجدي قفشه بس خلينا هنا بس لا نثبت على كوره مجدي قفشه. بص يا كابتن هو ده الربط. انا عايز اقول لك حاجه كمان. كريم لعبه ايجابي جدا. صح. يعني كل ما حد بيستلم الكوره من نص الملعب على قدام. برافو عليه. عايز يروح لقدام. ايوه بالظبط. بص ما هو انت خد بالك يا كابتن هو ذكاء اللعيبه مش بس في امكانياته. ايوه في قرايته لزميله التاني. صح. وحفظ امكانياته. يعني انا مثلا انا عارف كابتن علاء ما يبقى اول ما يمسك كوره يعمل ثرو. فعلى طول بقى متحرك. صح. عارف كابتن اسامه عرابي هيلعب. أي. الكروس على البعيده. أي. فعلى طول بقى رايح على البعيده. ما هي دي هو ده ذكاء اللعيب لما هو... كويس قوي. نجيبها تاني برضو معلش من اول اللمه بتاعت كريم فؤاد للشوطه. ماشي احنا جبناها من الاول خالص. خد بالك هو هنا برضو كمان هو اتحرك لجوه ومجدي قفشه اجبره انه يخش لجوه الملعب. خد بالك بالثرو اللي اتلعب. بص كابتن هو كان متحرك لجوه مش لبره يعني. بس هو ده. ايوه هو متحرك فين. أيوه. هو المره دي جاي لجوه الملعب. أيوه. وعايز يروح على الجول. هو وجه مجدي قفشه ومجدي قفشه خد الرساله على طول. بالظبط قوي يعني بصراحه يعني. نكمل. كمل يا كابتن. لعبت حلوه قوي قوي. تمام. الترقيص حلوه جدا جدا جدا. والثانيه الشمال رائعه جدا 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 كمان يعني. جدا حلو قوي يعني. هو التصرف كله الحقيقه رائع جدا جدا ومتابعه هايله من حمدي فتحي. بس يعني غريبه ان تلاقي حمدي فتحي في لسه ده دلوقتي يعني. أيوه. انا فكرته شريف في الاول. ايوه صح كلنا بجد انا فكرته شريف في الاول. لكن أيوه. غريبه ان حمدي فتحي يجي في المنطقه متواجد. بس ده حلو. خد بالك حلو يا كابتن. يعني واضح ان المدير الفني عنده يعني فكره ان كل اللعيبه لازم تلعب لقدام. مظبوط. كل الفرق لازم يكون متواجد في الحته دي. خد بالك انت عندك العدد كمان عدد لعيبه النادي الاهلي في الحته دي هتلاقي 4 5 لعيبه مش. صح. مش هو احلى حاجه يا بلال في الهدف ده عدد لعيبه الداخليه. 4-2 الكوره جت جول. هم ازيد. ايوه فاهم قصدي. دليل يعني وقوف خطا يعني. حتى الهدف اللي بتكلم فيه عادل دلوقتي. بص مثلا محمد نجيب فين. ايوه محمد شريف خد خطوه ورا وفي 3 عينهم على الكوره. كانت كارثه بتاعت الكوره المصريه دايما عينهم على الكوره على الراجل اللي بره عمرها ما تخش جول لوحدها. زي هنا ما يعني زي ما كان بلال بيتكلم كريم بيشوط خلاص
هو يعني هو ليه مروحش يعني ليه المهاجم اللي راح على الكوره ما يروحش مدافع؟ ايوه واربعه مدافعين واقفين طبعا خطا دفاعي فادح، لكن زي ما كان احمد بيتكلم وقت على وجود حمدي فتحي هنا كمان يعني مظبوط مظبوط صح. دي بتبقى تعليمات احيانا من المدير الفني لازم تكمل في الحته اللي قدام يعني. وبقت ميزه على فكره هو اللي خلى حمدي فتحي يظهر بالشكل ده الفتره اللي فاتت انه بقى يزيد في الحته اللي قدام. انت طول ما انت بتلعب رقم 6 وبتلعب بس على دايره نص الملعب هتبقى لعيب قليل ناقص، هتبقى ناقصك حاجات كتيره جدا جدا جدا، لان انت انت البوزيشن اسمه ميدفيلدر، لعيب وسط ملعب لازم يبقى ليك دور هجومي. يعني مش طبيعي انك انت مثلا يعني الكلام ده ممكن ينفع زمان اما كان حسام عاشور يلعب لوحده على الدايره وفي 2 3 قدام طايرين وهو قاعد بس بيجري بعرض الملعب يمشي الكلام ده، وطارق حامد نفس الستايل والاسلوب، لكن ده لعيب قليل بينقصك لعيب في الملعب. لعيب الستة الحديثه هو ليه النهارده برشلونه تفوقت على العالم كله اثناء وجود جافي ونيستا؟ ليه؟ عشان الاثنين بيلعبوا على الجول وهم مش اقوياء ولا عضلات ولا مثلا يعني مش بادي بيلدينج يعني كل واحد فيهم، انما عنده كوره وعنده مخ وبيلعب على الجول بشكل كويس. فالنهارده اللي بقى يزود حمدي فتحي انه بقى يشتغل على الجول بشكل كويس. ده مش اول هدف السنه دي، لا ده ثالث هدف على فكره، هو هداف الفريق. ما انا بقول لك ده مش يعني في الست المباريات اللي اتلعبوا ده مش اول هدف حمدي فتحي، هدف الفريق برصيد ثلاث مباريات. ده مش اول هدف لحمدي فتحي صحيح، ده الهدف الثالث. ده معناه ان في يعني المدير الفني بيشتغل، لا شايف انا عايز يبقى ليك تواجد في الحته اللي قدام، ودي نقطه مهمه جدا 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 وهتفيد الاهلي في ماتشات كتيره جدا جدا، وتحسب برضه المدير الفني. حلاوه المولود يا جماعه. هو برضه لسه والله لسه جايب زين امبارح ما شاء الله. والله وش بارك له بقى، وش حلو يعني ابو زين قدوم زين. طيب الهدف الثالث لو معانا كابتن علاء ميهو، الهدف الثالث لو جاهز اكيد معانا. ايه لو معانا ده كابتن علاء؟ لا لو جاهز يعني، لو جاهز ايوه لو جاهز، غير لو معانا حالا ماشي كل اهداف معانا. لا معانا كابتن علاء. ماشي اتفضل، ماشي اتفضل يا كابتن. طبعا دي زحمه موجوده في 18 كوره رجعت لورا كملها بقى عادي. طبعا تمريره ممتازه وانطلاق حلو قوي كالعاده لكريم على مكان فاضي. يعني بص هنا هنا يعني هنا ايمن اول مره عدد لعيبه نادي الاهلي اكتر من الداخليه، لكن اللي يحسب لكريم الانطلاق حلو قوي، التمريره ممتازه والراجل طبعا المدافع هو 7 ده ما اعرفش كان مدافع ولا هو عينه على الكوره بس وساب ان كريم بيجري، لكن طبعا هو تحرك حلو قوي لكريم. والمكان ده فعلا لو جبت من ماتش الاسماعيلي هتلاقي التحرك بتاعه في نفس المكان في نفس الحته. بص هنا كريم بيبدا عينه شايف كويس قوي وبدا يقطع 7 طبعا كله يبص على الكوره كالعاده. هنا استلام ممتاز ورؤيه هايله كابتن، طبعا كويس قوي والمكان فاضي حلو قوي محمد مجدي، وتمريره كويسه جدا طبعا، تغطيه مش موجوده والراجل عينه على الكوره، لكن هي الاهداف بتيجي من اخطاء كريم. انطلق كويس قوي في مكان فاضي مفيش تسلل، التمريره ممتازه محمد مجدي ما تاخرش ثانيه، لو اتاخر كان ممكن يبقى تسلل. هنا القرار بقى القرار كريم محضر نفسه ان هو كان ممكن حد يعملها بالعرض على فكره وما كناش هنلومه، لكن هو القرار بتاع كريم اللي هي في الجول طبعا. هدف حلو قوي ومكافاه لكريم على الـ على الـ على المجهود اللي عمله، لكن هي الكره كلها حلوه تحس ان هي فيها فكره فيها فيها فيها, فيها مش معموله مش معموله كده في صدفه، لكن لا الكره معموله كويس قوي محمد مجدي. انت وحظك يعني الناس واقفه كلها غلط، انت استغليت المكان كويس قوي، انطلاقه كريم في المكان المعتاد بتاعه، حتى بلال كان بيتكلم عليه الوقت على الهدف اللي هو كان عمله نفس المكان، هي الحته دي خطوره كريم مش على الطرف صح، خطوره كريم في المكان اللي هي بين الباك ليفت وبين المساك الثاني. يعني مثلا انطلاقاته مش زي حسين الشحات، حسين دايما انطلاقاته لبره مش زي انطلاقات طاهر لما بيلعب ناحيه اليمين، طبعا بيلعب ناحيه الشمال مختلف لكن يمين تلاقي انطلاقات دايما لبره، لكن كريم في ميزه كويسه قوي بينطلق في المكان المؤثر اللي هو مكان دايما المكان يبقى فيه دايما مشكله بين المساك وبين الراجل الباك ليفت او الباك رايت، لكن طبعا الكره كلها حلوه وهدف يحسب لكريم ممتاز طبعا ومحمد مجدي. طيب اخيرا الهدف الرابع والكابتن اسامه عرفي. ماشي معانا الهدف الرابع كابتن اسامه. طبعا الكره دي مرتده سريعه كانت في متناول نجيب تماما، كان ممكن يرجعها بكل سهوله، حاول يلف هنا ضغط عليه اعتقد شريف ده
شريف شريف يعني هي بس انا قلت يجيبها من الاول برجاوي. طب ماشي لو نجيبها من الاول هي كانت هجمه اللي احنا كنا بنقول عليه فرقه دجله. اصبر قبل ما تطلع لا هو بيطلعها بسرعه. لا قبل ما تطلعها بس انا عايز اشوف بس من من البدايه ماشي. لما كانت لما الهجمه هناك يلعبها لا قبل ما يلعبها قبل لما ماشي. كانت هناك لما الكره جت عليه اصبر بص العدد هم مهاجمين بعدد كبير اللي كنا بنقول عليه رغم ان النادي الاهلي عنده مساحات كبيره فما ومع ذلك ما بيتعزوش برضو عدد كبير من الاحمر. هي لمسه واحده بص بقت واحد على الاثنين ماشي. كان نجيب سهل قوي رجع زي ما قلنا حاول يلف بطء شريف ضغط كويس قوي لعبها لتحت في تكمله هنا من طبعا قفشه واعتقد لا قفشه وكريم طبعا كريم حاجتين كريم استنى لانه عارف الان كان بادي مغطي فهو خايف يخش في الاوفسايد فهو اخر نفسه سنه وبرده تقدير جيد جدا ودقه من مجدي ان ملعب ما استناش لغايه لما يخش في الاوفسايد فتلعب في الوقت المناسب وعلى اللمسه الواحده يعني مجدي لما يلعبها بص لعبها اللي هو القرار انك تاخد لمسه واحده كريم استغلها عدل جسمه على لمسه واحده كمان وان تاتش يحطها في جول على طول مظبوط. انت بقى لما تقارن دي بكره مجدي قفشه اللي لعبها البرسي تاو لما تشوفها عملها له برضو على لمسه واحده مزبوط. بس برسي تاو حب يوسع نفسه فقفل الزاويه فهنا تصرف جيد طبعا اولا من شريف انه ضغط كويس على نجيب ثم تصرف جيد من مجدي ثم صحيح. تصرف هايل من كريم فؤاد ان هي خدها لمسه واحده صحيح. فهو هدف جميل النادي الاهلي قدر يستغل الاخطاء الكتير اللي وقعت فيها الداخليه النهارده صحيح. طيب نروح بقى بالمره نشوف المؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد احداث المباراه. الاسئله ما تتكررش يعني. المستر كولر هيتكلم الاول وبعد كده هحركه ثاني. مستر كولر wird zuerst dann eine Zusammenfassung zum Spiel und dann könnt ihr dann die Fragen stellen. Ja, wir hatten einen sehr guten Start mit zwei Toren. Aber dann haben wir es geht dann begonnen. Haben dann vielleicht ein bisschen nachgelassen und der Player hat dann den Anschlusstreffer erzielt. وبعدين ريحنا بعدها شويه كده فالداخليه استغلت الحته دي وجابوا جون dann natürlich auch gedrückt sie haben aus meiner Sicht auch frech gespielt sie haben versucht uns unter Druck zu setzen und von Fehler von uns zu profitieren وبعدها بداوا ان هم يضغطوا لعبوا بشراسه ما كانوش فريق سهل وحاولوا ان هم يستغلوا اخطائنا او يضغطوا علينا عشان نعمل اخطاء وحاول ان هم يرجعوا للمباراه تاني بعدها وبرياضنا heute mit Karim Fuad einen überragenden Spieler in unseren Reihen der Tore geschossen und vorbereitet hat. لكن احنا كان معانا النهارده لعيب عظيم لعيب رائع في قائمه المباراه كريم فؤاد اللي قدر ان هو يكون نجم النهارده جاب اجوان وصنع كل الاهداف يعني مفيش افضل من كده. Und wir hatten zusätzlich noch weitere gute Möglichkeiten, Torchancen, wo wir natürlich auch schauen müssen, dass wir die irgendwann mal verwerten und nicht so leichtsinnig wegschenken. لكن كمان كان عندنا فرص كتير جدا للتهديف ضيعنا جوان كتير جدا لازم نشوف واقعد مع فرقتي نلاقي حل للموضوع ده لان كان في اهداف منها كتير ضاعت بشكل فيه استهتار شويه لازم هنقعد نتكلم مع الفرقه ونشوف ازاي ان احنا نحول الفرص بتاعتنا الاهداف بشكل فعال اكتر من كده. Aber wir sind froh, dass wir nach diesem Supercup-Spiel, wo natürlich sehr viele Emotionen und Euphorie drin waren, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten und klar gewinnen konnten. لكن طبعا انا سعيد جدا بفوز النهارده لانه بعد ماتش السوبر كان فيه مشاعر وكان فيه احاسيس وكان فيه حاجات ومستوى تاني خالص فبيبقى صعب جدا بعد ماتش زي ده ان اللعيبه ترجع لكن اللعيبه كانت على موعد النهارده وقدرت انها تكسب بسهوله وطبعا فوز مستحق يعني. عرفت اللي عايز يسال اتفضل. Ich gratuliere für den Sieg. Man merkt schon, dass es wird immer besser. Also von Anfang der Saison. Heute sieht man, dass man heute besser gespielt hat als am Anfang. Jetzt gibt es dann eine große Pause.
Meinst du dann, diese Pause wird dann die Mannschaft davon profitieren oder ist es eher ein Nachteil, dass wir, nachdem der Rhythmus da ist, dass wir eine lange Pause machen müssen? Nein, ich glaube, es ist gut, wenn jetzt eine Pause kommt und wir weiter an unserer Idee feilen können und natürlich auch die Kondition noch weiter aufbauen können. Schade ist, dass halt auch immer wieder dann Nationalspieler weggehen und nicht alle vor Ort sind. بالعكس انا شايف انها فرصه كويسه ان انا اقدر اشتغل تاني مع اللعيبه اكتر على افكاري في الكوره على اللي انا عايز اوصله للعيبه لسه قدامي كتير فدي هتبقى توقف كويس بالنسبه لي ان انا اقدر ادي اللعيبه اكتر اللي احنا عايزين نوصل له وكمان احسن لياقتهم البدنيه كمان اكتر من كده خساره ان طبعا هيبقى في بعض اللعيبه الدوليه مش معايا ان هم يستفيدوا من الجرعات اللي احنا هنعملها في الفتره الجايه لكن ده حال الكوره وان شاء الله ان احنا الفتره دي هنستغلها احسن استغلال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جوت باسر ومغراتوريه في الانزيج. كان عندي سؤال ليه تغيير مركز كابتن حسام حسن؟ Warum hast du dann die Position von Hussam Hassan dann geändert von einem Stürmer, Neuner zu einem Flügel? Ja, er ist auch Stürmer. Und es ist gut, wenn wir verschiedene Positionen haben, also drei, vier auf der gleichen Position. Und von daher. المركز الجناح برضو مركز هجومي فبالتالي ما بعدش قوي طبعا في نقطه ثانيه ان انا بحاول انا استفيد من كل اللعيبه عندنا ثلاث لعيبه في نفس المركز ده فهو انا عايزه يلعب وعايز اديله فرصه فبجربه في مراكز مختلفه عشان ياخد فرصه لعب حد ليه سؤال ثاني اتفضل wir gratulieren dann nochmal und wünschen gute Besserung. Die Mannschaft ist sehr effektiv. Wir kommen sehr gut dann zum Tor. Wir haben viele Chancen. Aber es gibt dann viele Verletzungen aktuell dann fast in jede Position in der Mannschaft. Dann ist es gut für dich, diese Pause dann auszunutzen, dann, bevor dann die intensiven Spiele ab Dezember dann anfangen. Und wie wirst du dann mit diesen vielen Ausfällen die Mannschaft steuern können oder behandeln können? Ja, es ist natürlich immer blöd, wenn du Verletzungen hast und weil das immer wieder eine gewisse Zeit braucht. Und wenn es vielleicht so zwei, drei Wochen sind, geht das noch. Aber wenn es natürlich eine Verletzung da ist, wo eine Operation nötig ist, das dauert dann viel länger, das wäre blöder. Aber jetzt so können wir das gut handeln und es ist auch so, dass jetzt Pause ist. Und dementsprechend versuchen wir natürlich diese Verletzung in den Griff zu kriegen, dass wir dann auch gut trainieren können und dass die Spieler dann, wenn es wieder weitergeht, alle mit an Bord sind. طبعا حاجة مش كويسة ان في اصابات دي حاجة بتزعج اي مدرب بالذات بقى كمان لما في اصابة مثلا محتاجة عملية تقعد اربع اسابيع لكن انا هحاول ان احنا نستغل الفتره اللي جايه ان احنا نرجع المصابين تاني وان احنا كل اللعيبه تبقى موجوده معايا مره تانيه بنفس الحاله البدنيه وده كويس ان فتره الاصابات موجوده لكن احنا لغايه دلوقتي قادرين رغم الغيابات دي قادرين نتعامل مع الموضوع وقادرين ان احنا نمشي بالفريق في نتائج كويسه رغم الغيابات. اتفضل اخر سؤال. لسه في حاجه؟ بنبارك طبعا على فوز النادي نوحمد دان في المزيك شفنا اداء الفريق تحسن جامد wir haben gesehen dann dass die Mannschaft dann viel verbessert hat wir haben vier Tore geschossen das ist im Gegensatz dann zum ersten Spieltag und zweiten Spieltag wo wir nur ein Tor geschossen haben heute hätte man fünf sechs Tore schießen können wie kann man dann wie können wir dann dieses Problem dann lösen durch so viele Chancen zu haben und nicht ins Tor und dann wie können wir das dann mit dem Abseitsfalle nicht in den Abseits oft zu fallen ja Tore zu erzielen das ist für mich auf der einen Seite natürlich auch Qualität, auf der anderen Seite ist es auch Konzentration, ist das Anspannung, ist das der Wille auch, diese Tore erzielen zu wollen. تضييع الاجوان بيبقى فيه عوامل كتير منها الكواليتي بتاع اللعيب جوده اللاعب نفسه في عنصر التركيز عنصر ان انا ببقى شارد نفسي وانا بلعب حاجات كتير جدا بتبقى ليها عناصر كتير عشان
نحل المشكله دي، بس احنا هنحاول ان احنا نحلها يعني. شكرا. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا ملخص سريع للكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي مستر كولر بعد المباراه. اتكلم طبعا عن سعادته بالفوز، خصوصا ان هي جايه بعد مباراه السوبر، بعد المكسب مباراه السوبر. اتكلم عن الراجل برضو واقعي، يعني المكسب برباعيه ما نساهوش ان في بعض الحاجات اللي حصلت في الملعب هو مش راضي عنها، اتكلم عنها، ومنها اضاعه الاهداف الكتير. قال خلقنا فرص كتير ولكن اضاعه الاهداف كانت واضحه جدا، هنشتغل عليها. كان فيها نوع من الاستهتار شويه لكن هنشتغل عليها. اتكلم على فتره توقف الدوري وقال هو لسه قدامه كتير، الفتره دي هيستغلها في شغل، لان هو لسه في البدايه عنده شغل كتير عايز يعمله مع اللعيبه اللي هتبقى متواجده. يستغل فتره التوقف ان شاء الله في اعاده المصابين مره اخرى. اتكلم عن التغييرات، كنا هنتكلم على موضوع التغييرات دوت، لان احنا برضو كان علينا كان لينا كلام في بعض التغييرات، خصوصا ما بين محمد شريف وحسام حسن وشادي. من ضمن الكلام ان هو طبعا هو عايز يشوف اكتر كم ويدي فرصه لاكتر كم من اللعيبه يكونوا متواجدين في الملعب. هو عايز حسام يبقى متواجد في الملعب، عايز شادي يبقى متواجد في الملعب، عايز محمد شريف يبقى متواجد في الملعب. هو عايز يديهم في الفتره دي الماتش بتاعك، فانت النتيجه اديته الاريحيه ان هو عايز يعمل اللي هو عايزه، فيدي شادي، يدي حسام. حسام يلعب فين؟ هو عايزه يبقى متواجد في الملعب. شادي يلعب فين؟ عايزه برضه يبقى متواجد في الملعب. ولا الكلام ده انت قلت الكلام ده كابتن علاء، يعني انا قلت لك حتى هو بيتكلم هو بيقول نفس الكلام اللي انت قلت. شكرا. فهو عايز اللعيبه دي تبقى متواجده في الملعب. الراجل عنده افكار، عنده شغل. يعني لو واحد تاني كان قال لك ايه؟ كان قال لك احنا ست ماتشات عاملين شغل جامد جدا، ست ماتشات كسبانين، الست ماتشات، لا ده النهارده كسبان اربعه وبيتكلم عن حاجه لاحظها الجميع، كان ممكن ما يتكلمش عنها. اضاعه الاهداف والفرص السهله والفرص الكتير اللي جت، قال لا هنشتغل عليها لان دي سلبيه من ضمن السلبيه. فالراجل واقعي جدا، اتكلم قال ده انا لسه عندي شغل كتير عايز اعمله. عايزين نرجع المصابين. هو عايز الفرقه كلها جاهزه. عايز الفرقه كلها جاهزه، عايز يبقى فيه اكتر من واحد في كل مركز. عايز يبقى الشكل ده اللي هو محافظ عليه لحد دلوقتي ما ينزلش، يستمر. ففتره الايقاف قال ان شاء الله تبقى فتره ايجابيه، فتره يستفيد منها الجميع، هو اول المستفيدين مستر كولر. كابتن علاء، ما فيش، هو طبعا كلام واقعي جدا، يمكن كلام لخص كل اللي احنا اتكلمنا فيه الحمد لله في الاستوديو هنا. كل الكلام اذا كان عادل واسامه وبلال وانا اتكلمنا، كل واحد اثار نقطه معينه، لكن الحاجه اللي يعني الواحد مبسوط عشانها ان ما تحس ان كلام المدير الفني الى حد كبير يعني مناسب لكلامنا. ان هو الراجل زي ما بقول لك، انا الراجل لحد الان او مستر كولر لحد الان هو عايز يكتشف اللعيب، عايز يقدم كره كويسه، دايما بيتكلم على اخطاء، وانا بحترم جدا المدير الفني ما بيطلع في المؤتمر يتكلم على اخطائه. ايوه بحترمه جدا. طول ما انت هتعالج الاخطاء، طول ما انت هتوصل لمرحله الكمال في الكوره، بتحب توصلها طبعا ما فيش كمال، لكن تصلح اخطائك يبقى انت بتاخد خطوه لقدام. ممكن يعني النهارده او اخطاء اللاعبين في الملعب يعني كويس، ما اخطائك انت مش اخطاء هو كمدير فني، اخطاء اللعيبه. النهارده بتنسى على كلام اضاعه الاهداف. ايوه هيبدا يعالج. كسبان اربعه على فكره، كسبان اربعه يعني ممكن ما يتكلمش. اقول لك حاجه، اي مدير فني النهارده مع احترام الكامل لكل الناس، كسبان اربعه بالاداء ده يطلع النهارده هيتكلم على حلاوه الماتش والاهداف وكل حاجه، لكن هو عمره ما هيتكلم على اي سلبيه المباراه. انا بحترم مدير الفني ده، انا ده كده تحس ان هو راجل بيشتغل صح. كل ما اشتغل على السلبيات اللي عندي اخلص السلبيات وعندي ايجابيات اهتم بيها، اخلص سلبيات الايجابيات دايما هتزيد، كل ما تخلص سلبيات ايجاباتك انت هتزيد، مع المحافظه على الحاجات كسبتها النهارده. واتكلم على كم المهاجمين الموجودين، هو زي ما كلنا بنتكلم هو عايز اكبر لعيبه في الملعب موجوده. مزبوط. انا كسبان. بص يا ايمن، المدرب الذكي او المدير الفني الذكي يستغل كل جزء في المباراه لصالحه. المباراه النهارده في صالحه، ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه له، الاداء كويس قوي، فريق الداخليه مساعده. طب مساعدني، طب انا لازم استفاد من كل ثانيه في المباراه. ده بقول لك يعني الحركه اللي عملها مع كريم فؤاد
هو عايز بيستفاد كمان بيدي دفعه كريم فؤاد بيلعب كل اللعيبه اول مره يمكن مراته الاولى اول مره ياخد الخمس تغييرات بتاعته مظبوط انا عايز لعيبه كلها في الملعب فطبعا انا بحترم كلامه جدا وراجل واقعي جدا واللي عجبني كمان هو بيقول لك لسه قدامه شغل كتير عشان راجع مصابين واشتغل فكره عايز يوصله للعيبه فرصه ويعني هو النهارده مباراه على قد سهولتها على قد ايجابيات واستفدت منها كتير جدا 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 انت كمدير فني وكلعيبه واضح فكر الراجل او فكر كولر كويس قوي ان هو دايما عايز يبقى الاحسن عايز دايما الاحسن عايز يقدم كره قدم حقيقيه زي ما هو بيقول فدايما بيشتغل على السلبيات فانا عجبني طريقه كلامه جدا النهارده ومبروك عليه المباراه وبمناسبه التغييرات كابتن اسامه عندي تغييرين عايز اتكلم معاك فيهم محمد هاني مكان محمود متولي وحسام حسن مكان سابي مظبوط والاثنين في الدقيقه 61 كانوا تغييرين اولا نتيجه المباراه وشكل المباراه يخليه يغير بجراه ما يقلقش فيها يعني ساعات لما النتيجه بتبقى صعبه شويه او 1-0 مثلا بس وعايز يحافظ ويجيب واحد جون تاني بيبقى ليه حسابات معينه النهارده التغييرات لما تيجي تشوف لما تيجي تشوفها منطقيه بظروف المباراه يعني هو عايز يجرب بعض اللاعبين في اماكن اخرى بيستكشفها فيهم يعني نزل محمد هاني مثلا مكان محمود متولي كقلب دفاع كان ممكن عادي جدا اكرم توفيق برضو لاعب الماتش اللي فات يلعبه تقليدي في مركزه التقليدي يعني لكن هو حد قال له ان او هو شاف في التدريب او طبعا اكيد جاله تقارير انه هاني بيلعب باك رايت بس بيلعب سيرد باك ففي مباراه زي دي مفيش اسهل انه يجرب طب ليه ما اداش ايمن اشرف يا اسامه ما هو ممكن يكون عارف بقى ان ايمن اشرف سيرد باك اصلا فعايز يجرب هاني ممكن بقى له حسابات وهو عايز يدي لهاني هاني بقى له فتره كتير ما بيلعبش ممكن ممكن تكون دي ان هو هاني ما بقى له كتير فهو حطه في قلب الدفاع بس انا اقصد انه ممكن احيانا لو النتيجه غير كده ممكن يفكر في حاجه ثانيه او يفكر في الثبات الموضوع دي نقطه حسام حسن لما نزل مكان سافيو سافيو ما كانش واضح بصوره ولعب الماتش اللي فات بتاع الزمالك فما كانش واضح النهارده بصوره كبيره ويمكن الجبهه الشمال كانت بالنسبه لاشرف وسافيو كانت اقل انتاجا من الجبهه اللي فيها كريم فؤاد واكرم توفيق اللي معظم اللعب والاهداف جت منها فهو برده حب يريح سافيو حس ان هو ما عملش انتاج واضح ولعب الماتش اللي فات فقال لك انزل حسام حسن هي الفكره في انه كمان حسام حسن ودى ناحيه الطرف الشمال يعني ودى هاني كقلب دفاع ودى حسام حسن وحسام حسن عنده بطء شويه فهو ودى على الجناح ولما نزل بيرسي تاو خلى بيرسي تاو راس حرب يعني هو حتى بقى شادي حسين ناحيه اليمين وبيرسي تاو راس حربه اللي هو رقم 9 وحسام شمال يعني بقى شادي وحسام حسن اللي هم مفروض قلب دفاع او رقم 9 بقوا هم الاجنحه فهي برضو دي فكره يمكن هو بيجربها بس انا قلت لك عشان ممكن يكون الماتش نتيجته كده فمتسهله له الموضوع فبيغير ناس مش في اماكنها عشان يستكشفهم زي ما شاف انه كريم فؤاد في الحته دي رغم انه كريم بيلعبها في انبي ولعبها وناحيه الشمال او اليمين ولعب ظهير ولكن هو خلاص بيركز عليه في الجزئيه الجناح اليمين دي فتغييرات في ظروف اللقاء منطقيه ولما بتبقى كسبان بالنتيجه دي اي تغييرات بتعملها ما فيهاش طيب كابتن عادل تغيير بيرسي تاو ومكان محمد شريف الدقيقه 70 يعني احنا مش عاوزين نخصص التغييرات النهارده لان ما فيهاش يعني ما فيهاش تغيير طريقه لعب ما فيهاش انك انت عايز تلحق وتجيب جون ما فيهاش انك انت مغلوب وعاوز تتعادل لا هي كلها توزيع حمل او توزيع ثقه ما بين اللاعبين يعني بيرسي تاو مع محمد شريف وبعدين لان كان حسام حسن نزل لعب نص الملعب فعاوز يطلع حسام حسن تاني وبيرسي تاو يروح على الطرف حتى كمان انت تبص تلاقي بس هو احنا شفنا غير كده احنا شفنا ان بيرسي تاو هو اللي دخل في القلب وحسام حسن فضل زي ما هو وشادي ناحيه اليمين وشادي ناحيه اليمين ما انا عايز اقول لك حاجه ما انت اشتغلت على ثلاثه راس حربه يعني انت ما اشتغلتش اولا لو انت عينتهم في الاماكن اشتغلت على ثلاث مهاجمين يعني انت لو عينتهم في الاماكن دي يبقى انت مدرب مش عارف امكانيات لعيبتك لا انت الثلاثه يعني حسام عمره ما يلعب طرف شمال ابدا
ولا شادي يلعب طرف يمين ابدا، لكن هو حطهم في الحته دي بيرسي تاو اللي يقدر يلعب على الطرف. يعني انا بكلمك على ان المفروض التغيير بيعمل ايه، التغيير لمجرد التغيير النهارده، لمجرد انك انت يشارك ركبت المباراه بلغه الكوره خلاص انتهى الموضوع، وبعدين بدات المدرب يشتغل يدرب ينزل اللي هو عايز يلعبه او اللي هو عايز يجهزه، مش عاوز من المباراه حاجه يعني. لان المباراه كانت خلاص يعني انت شفت الاجوان اللي دخلت كلها، ده في جون منهم السرو كنا بنتكلم انا والكابتن اسامه، السرو معمول في 6 ياردة يعني ملهاش فرقه 13 سنه في الكوره. كريم فؤاد يعني جول التاني تكتيكيا مفيش فرقة تكتيكيا تعملها، صغيرين حتى الصغيرين ما يعملوهاش، انت ألف بيه كورة لازم تبعد وتطلع بره شوية، وبعدين الجول لازم يلعب كاليبرو قدام شوية، الجول واقف على الخط. يعني انت بتتكلم النادي الأهلي النهاردة عمل أداء كويس وعمل أداء مميز وودى الفرقة للمنطقة دي، وبعدين بدأ يغير الراجل للاحتياجات، بدأ يغير للتنظيم، بدأ يغير لأنه يخرج باجازه سعيده مع اللاعبين عشان يرجع بشكل كويس. الحاجه المهمه احنا بدانا احنا متخوفين، خلينا نبقى مقتنعين ان احنا كجمهور الاهلي او كمحللين احنا متخوفين من الاحداث اللي حصلت لنا السنتين اللي فاتوا، اذا كانت من اجهاد، اذا كان من تحكيم، اذا كان من اخطاء مدرب، حاجات كتير قوي احنا متخوفين منها. فاحنا عمالين نحط الراجل تحت المنظار في المواقف اللي بيعمل. يعني انا شايف ان هو، وانا يمكن كان في سؤال انت سالته لي قلت لك وقلت لي لما هنرجع، لا لما هنرجع ليه او هنتكلم عليه، يعني الراجل من المدربين المتزنين. في مدرب بيعمل لا معقول كان منه الجزئيه، كان بيعمل لا معقول وبينجح فيه لانه كان دارس المدربين والانديه والفرق نفسيا كويس، ده منه الجوزيه. جه موسيماني اشتغل الشغل اللي انا اقدر اقول لك عليه اللي هو ايه، بيلعب بطولات، بيلعب مباريات فرديه كويس، لكن المباريات الطويله ما بيعرفش لانه استراتيجيته ما بتبقاش عاليه. يعني دي حقيقه، خلينا نتكلم على الاخطاء اللي كان بيقع فيها موسيماني، بدليل انه خلى نص الفرقه فيها تفاوت، واحد نص جاهز قوي ونص مش جاهز خالص، عشان كده لما بدات في الشغل الراجل ده انا شايفه متزن. عنده حاجه مهمه جدا، عنده مدرب احمال كويس، ودي مهمه. اصل الجهاز ما بقاش الكوره، ما بقاش المدرب زي زمان بيدرب وبيعمل كل حاجه غلط. دلوقتي المدرب ما هو الا ترس من ضمن التروس، لو عندك ترس بايظ، عندك واحد بتاع الاحمال بايظ هيبوظ لك الفرقه، عندك واحد بتاع الاستشفاء اللي هو الاحمال اللي هو الاستشفاء بايظ هيبوظ لك الفرقه اكتر. صحيح. يعني في حاجات مهمه. لا الراجل ناجح في منظومته، واحد اتنين نجح في تحديده للاعبين الى الان. انا مش من المستعجلين دايما، انا دايما منتظر وبنتظر وما بقيمش الواحد على الاخر. يعني ما بقولش لا كويس لا وحش، لا انا بقيم الراجل بالمتوسط، انا بقيم الراجل بمتوسط اعماله. انا شفته النهارده راجع من مباراه هايل قوي، مفيش حاجه اسمها خصم، لان احنا برضو احنا اتعادلنا مع جونه وماتشين، يعني ايه الموضوع يعني صحيح. يعني خلي بالك احنا لازم نفهم الامر ده، ماتشات الدوري مش لما نلاقي فرقه احنا بنكسبها سهل يبقى الفرقه اللي وحشه. ركز في دي كويس، الفرقه مش وحشه. صحيح. انت اللي بتجبر الفرقه، الفرقه دي لو ما دخلش فيها جون في الاول روحها تزيد وتعلى 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 وتضايقك، ممكن حصلت معاك في اكتر من مناسبه. صحيح. السنه اللي فاتت ضيعت منك بنات كتير قوي. صح. لكن انت لما بتجيب الجون في البدايه، واتكلمت انا فيه قبل كده، النادي الاهلي لما بيجيب الجون الاول البلان التاني لاي فرقه ما بيعرفوش يشتغلوا عليه كويس. صحيح. فاهمني يا كابتن؟ مظبوط. يلا اتفضل. اتفضل على التاني. طبعا لا خلاف يا كابتن بلال على ان كريم فؤاد هو نجم المباراه. اكيد. عندك اي اقوال اخرى؟ هو ده السؤال بتاعي؟ الكابتن عادل خد وقت. لا انا ما خدتش، انت اللي اصلا رحت للكابتن علاء والكابتن اسامه وعديتنا احنا الاثنين. ماشي. يا كابتن بلال. لا لا خالص اطلاقا. طبعا كريم النهارده رقم واحد، عمل جول يعني تسبب في هدفين،
2 اسيست النهارده وهدفين سجلهم. يعني اداء رائع جدا جدا، تحركات في الملعب جيده جدا جدا جدا، سبيريت عاليه قوي قوي قوي. هو بيثبت، خد بالك، من نهايه الموسم الماضي لو تفتكر بدايه الموسم ده، بيثبت ان هو لعيب يستحق يكون موجود في النادي الاهلي. روح لعيبه النادي الاهلي عنده رغبه دايما. في 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 من اكرم توفيق كتير، يعني نفس الحماس والقوه والضغط في كتير، يعني يعني قريبين من بعض في الاسلوب، لكن واحد دفاعي واحد يعني دلوقتي بقى محطه هجوميه جيده بالنسبه للنادي الاهلي. هيغير فكر كولر من وجهه نظري، ممكن يغير فكر كولر يلعب بيه بشكل الاساسي. يعني انا النهارده لو عندي لعيب بالشكل ده وبالاداء ده، خد بالك مش النهارده، مش نتيجه النهارده بس، الزمالك سجل هدف، الاسماعيلي سجل هدف من 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 لا شيء، فبالتالي اعتقد النهارده هو لاعب جيد جدا يستحق يبقى رجل المباراه ومان اوف ذا ماتش. صحيح. كابتن علاء كريم رجل المباراه كريم فؤاد. لا خلاف. كابتن اسامه طبعا لا خلاف على كريم فؤاد. لا عندي واحد. لا طبعا كريم فؤاد بلا يعني تفكير. صحيح. كل حاجه عملها زي ما بلال قال. صحيح. ولكن انا في واحد انا تملي بحبه وقلت انه ما كانش موفق خالص الشوط الاولاني، الشوط الثاني عمل 6-7 فرص، مجدي برضو الشوط الثاني عمل اكتر من فرصه جيده وعقلها جونين، لكن طبعا كريم فؤاد نمره واحد طبعا. كابتن عادل اخيرا. يعني انا كريم فؤاد من ماتش الزمالك هو احسن لعيب مش من ماتش ده. اذا كريم فؤاد طبعا هو نجم مباراه اليوم مع باقي نجوم النادي الاهلي. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا، اهلا وسهلا بيك. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل ابو الرحمن، والكابتن احمد بلال. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. مبروك كابتن على النادي الاهلي على الاداء والنتيجه، حاجه جميله، وهارد لك لنادي الداخليه. كابتن ايمن، النهارده هنبتدي بامين عمر، بس انا رساله في البدايه قبل بس ما اجيب الحالات. النهارده امين عمر كابتن علاء بذل جهد كبير جدا جدا، عنده القدره على القراءه، توقع الكونتر اتاك، جري في كل الملعب بشكل جميل ورائع جدا جدا يا كابتن علاء. ولكن بقول له امين، خلي بالك هناك فرق بين اللعب العادل والاهمال والتهافر. الالتحام العادل فرق، ولكن النهارده امين انت بتمشي اللعب يعني كلام جميل امين، لكن في هناك حالات النهارده كابتن علاء تستوجب النهارده المخالفات، فخلي بالك دي شعره ما بين اللعب العادل والمخالفه. فدي ليه بقول ليه؟ لان لو حصلت حاجه يا كابتن اسامه داخل منتدى الجزاء الامور هتبقى مش مظبوطه. النهارده شفنا حالات عند امين النهارده تستوجب الاحتساب المخالفه، ولكن النهارده خلى اللعب يتواصل. النهارده امين عمل ماتش كويس، ولكن دي الحاجه اللي انا بقولها له، طور من ادائك، فرق ما بين التحامي العادل والاهمال والتهافر. الجزء الثاني نيجي للهدفين هتكلم فيهم يا كابتن. ماشي اتفضل. هدف كريم فؤاد الاولاني تميز جدا من كريم، وازاي ان هو حس بالمكان ولحظه اللعب، هو كان في موقف سليم، وده كان عند المساعد محمد العزازي. هشوف اللعبه ديت وهعمل بيها مقارنه بالهدف الخامس. ايوه نفس الحكم المساعد محمد العزازي. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان كريم في اللعبه الاولانيه كان عنده قراءه ربط. أي. ازاي هو واقف فين، وبالتالي هو كان موقف سليم. في الثانيه هعمل مقارنه يا كابتن ونشوف. ماشي. التانية اعتقد هيبقى في كلام تاني هنقوله فيها. ماشي. والخطوط اللي هي موجوده هنتكلم فيها. ماشي. طيب خلينا نروح لطاقم التحكيم. كان امين عمر موجود، حكم الميدان محمد عزازي مساعد رقم واحد اللي هو موجود، وكان عندنا خالد السيد مساعد رقم اثنين، محمد الدسوقي كان رابع، عمرو الشناوي كان على الفار، وكان محمد محمود لطفي كان ايفار. خلينا نروح للحاله الاولى. يلا خلينا نروح للحاله الاولى. هنا بنشوف هنا بتشاط الكره، وبعدين حمدي هنا بيكمل لحظه الارتداد. البعض يرى ان هنا حمدي كان في تسلل. نشوف هنا لحظه اللمس، بس هرجع تاني. هنا عند خالد السيد مساعد رقم اثنين كابتن علاء تميز ورائع جدا جدا. انا من هنا كابتن ايمن
انا هنا بحسب اللاعب اللي هو المهاجم. الكره ارتدت من القائم او من الحارس، هنا كان في موقف سليم حمدي، وبالتالي هنا هدف سليم نتيجه تمركز الحكم المساعد بشكل كان جيد. الحاله اللي بعد كده هنا بنشوف هل هنا في مخالفه في هدف الداخليه او في تسلل. نشوف كابتن بلال، كابتن اسامه اكرم مغطي هنا في القعده، بنشوف اكرم مغطي الناحيه الثانيه هنا. برافو كابتن علي. بس انا هل في مخالفه من المهاجم؟ هل الايد دي كابتن ايمن، الايد اللي هي جت في الوش دي ممكن ترتقي ان هو الحكم يحسب مخالفه؟ ولكن انا شايف ان هنا ده التحام عادل، مفيش مخالفه. وهنا لاعب الداخليه هنا عدى ومر. بقول كلمه جميله جدا جدا لاكرم كابتن، هنا اكرم لو طلع خطوتين خطوتين كان اللاعب ده في موقف تسلل. يعني هو لو محضر نفسه ومتوقع، هرجع بس لاكرم كده، هرجع لاكرم خلاص، هو الراجل هنا دخل خلاص عد، خد القرار. هنا بقى كابتن هو الراجل بيطلع، انت يا اكرم ايه، خد خطوتين بس، كان الراجل ده في موقف تسلل. لكن هنا طبعا اللعبه سليمه والهدف هدف سليم. الحاله بعد كده ده اللي انا هقوله بقى كابتن اسامه، كابتن العادل، هناك فرق بين اللعب العادل والمخالفه. كابتن علاء، انا راجل بعمل دريبل بعديت ورحت رايح في سكتي، انت كحكم كلاعب منافس هنا مرش الكوره، ده انت جيت عندنا. بص نشوف هنا، هنا برونو هنا عدى هنا، ولكن هنا شوف ان الدفع موجود، مخالفه واضحه جدا سهله جدا. خلي بالك دي الحاجات اللي انا بلوم فيها امين، ان ما ينفعش هنا امين انا اقول ان هنا ده التحام عادل، هنا في مخالفه واضحه جدا للاعب النادي الاهلي. طيب ناصر، هو يلا استنى اللي هو نستنى دي واحده، اللي هو رئيس لجنه الحكام اللي هو اسمه ايه، كلاتنبرج. اه واضح ان هو هنقف بس يا جماعه بعد اذنكم، في بقت في بعض الالعاب فيها التحامات، يعني كان الاول بتتحسب بسهوله، دلوقتي انا حاسس انه بيحاول بسم الله ماشي. يعني حتى انا كنت بكلمه من امبارح في ماتش ليفربول ونابولي، في كره انا شايفها 100% ضربه جزاء في اول دقيقه على نابولي او دقيقتين، 77 ده اللي هو الجناح الشمال عدى راجل دفعه من الخلف خالص وباينه جدا في الاعاده، دفعه ولا الحكم ادى ولا الفار، غريبه يعني. فهل هو ده بقى مفهوم بقى مش اي لمسه هتتحسب ومش اي كابتن زي المدير الفني كابتن اسامه، يعني كلامك ممتاز جدا كابتن علاء، انت حضرتك مدير او كابتن بلال المدير الفني، بتدي تعليماتك للاعب، نفذ استراتيجيه معينه، كل واحد او كل حكم او كل لاعب بينفذ على حسب فهمه للي اتقال. هو الراجل في البدايه قال اسمح باستمرار اللعب، ولكن لا تتعدى القانون، يكون في مخالفه احسبها صحيح، ولكن مش معنى ان انا اسمح باستمرار اللعب يبقى في مخالفه واقول ان انا بمشي اللعب، لا طبعا الكلام ده طبعا مش موجود. نروح للحلقه اللي جايه وهتاكد كلامك كابتن اسامه هنا. انا هنا بستاذن، هنا في مخالفه ولا مفيش؟ طبعا في مخالفه طبعا، يعني كانت واضحه على فكره قدام لاينز مان يا كابتن. انا هنا خالد السيد بلومه، لان طبعاً. هنا خالد السيد انت قريب جنب اللعبه، والقانون بيقول ايه؟ الحالات اللي قريبه من الحكم المساعد اللي لا تقع تحت نظر الحكم. مظبوط. تعال اقول لك على حاجه مفاجاه، الراجل ده لو عدى هيعمل ايه؟ هيكمل يعمل هجمه، هيكمل يعمل اوفر طبعا، هيعمل هجمه، ده تعطيل هجوم واعد. يعني هنا في مخالفه وفي طاقه مستحقه لم تشهر في هذه الحاله. خالد يا سيد خلي بالك المخالفه واضحه، لو انت مش هتدي ديت يا خالد هتدي ايه بالظبط؟ انا مش عارف، لان هنا امير عمر يمكن اللعبه متداريه عليه نتيجه التاكلينج، هو مش عارف اللاعب نجح ولا ما نجحش، ولكن من عند الحكم المساعد واضح جدا ان العرقله موجوده طبعا قدام. تمام، يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. هنا طبعا شوف اللعبه اللي جايه، كريم هنا، شوف يا كابتن هنا 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 هنا، بس هنا شوف هو احساس بالمكان يا كابتن علاء، لو انا خدت خطوه كابتن بلال بقيت في تسلل، ولكن هنا اللاعب توقع، تركيز، ذكاء جدا، عارف ان هنا اللاعب المدافع هنا على خط، وبالتالي ما سبقش. بحيي طبعا كريم على ذكائه وتوقعه واحساسه بالمكان، لان لو لاعب تاني كان استعجل كانت لا ما لعب لازمان فيها في هنا دي الحاله اللي هو الحكم سعد محمد عزيز مشى باستمرار اللعب وهدف صحيح 100%. هنا بحيي كريم فؤاد، بحيي الحكم محمد عزيز. تعال نروح بالحاله بعد كده، وهنا الكلام بقى هنا كابتن في الحاله اللي جايه دي، يعني اتمنى بس كابتن ايمن السؤال، لو هذا الهدف هو هدف المباراه كابتن ايمن، لو هذه اللعبة هي حالة المباراة أو هدف المباراة وتم إلغائه، تعال نروح لحظة اللمس، هرجع تاني بس هقف، لأن دي هي التحليل بتاعنا النهاردة، معلش سامحني. هنا
نشوف القدم بتاع لاعب الداخليه كده. خلي بالك لان انا النهارده القدم نشوف هنا القدم فين ونشوف جزء كريم الكتف. على اقل تقدير يا كابتن، على اقل تقدير انا من وجهه نظري خط واحد اللي تلعب خط واحد يعني على اقل تقدير. امال الفار، لما الفار قعد فيها ليه؟ لا تعالى بس ارجع لي، بس معلش ارجع لي، معلش سامحني ارجع لك. بص يا كابتن، ده محمد عزاز اللي احتسب الهدف الاولاني لكريم. شوف تمركزهم فين، يعني تمركزه مع خط منطقه الجزاء مظبوط، مركز كويس قوي قوي. انا هنا عندي رجل قدم اليمنى هنا داخله جوه الخط او على الخط. لو قلت ان انا كتف، انا بحاسب على كتف كريم صح. على اقل تقدير الاثنين على خط واحد. انا من وجهه نظري هنا محمد عزيز سمح باستمرار واحتساب الهدف. لما رجع الفار شيك والخطوط طبعا اللي هو عملها قال ان الكره غير هدف صحيح. طب والخطوط اتعملت دي ازاي يا كابتن مطلعت؟ هنا كابتن هي لعبه صعبه جدا، لعبه صعبه جدا. انا بتكلم بس في ايه، اتمنى كابتن حتى الخطوط اللي جايه نشوفها، نشوف الخط اللي جاي. استاذنك خط الفار، نجيب خط الفار كده ونشوف. كابتن بلال لو شايف في فرق قول ما بين كتف وبين قدم. التلفزيون مش مبين يا كابتن. مش مبين. انا بقول من وجهه نظري مش كويس في على اقل تقدير. انا بسال سؤال، لو دي حاله المباراه وهدف المباراه، لا لابد يكون الخطوط واضحه يا جماعه لينا عشان احنا يعني نقدر نقدر هذه الحاله حاله جدليه وحاله مثيره للجدل. ولكن انا بقول ان على اقل تقدير الاثنين على خط واحد. يعني شايف ان هي جول هدف. الحاله بعد كده هنا حاله طبعا بشيد جدا جدا بحكم مباراه امين عمر. شوف هنا سمح باستمرار صح. توقع النهارده امين عمر مباراه هايله جدا 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 جدا، وكان ممكن يوقف اللعبه لكن هو خلى اللعبه تواصل، وده اللي احنا بنتكلم فيه كابتن ايمن. تحكيم مر النهارده، النتيجه المباراه سهله كابتن بلال، مفيش فيها مشاكل، حتى لو كان في هدف في مشكله، لكن 4-1 اكيد بتريح الحكام. السؤال في اللعبه دي يا كابتن بعد اذن حضرتك، اولا اللعبه دي مش هجمه واحده، ده انت رايح تجيب جول 3-1 والراجل عمل عرقله متعمد. كان ممكن امير عمر يرجع بعد اللعبه ديت ويدي انذار للراجل اللي عمل. بص يا كابتن سؤال جميل. كابتن انا كحكم اديتك الفرصه كويس، اللاعب ده اللي عطلك ده لو انا حسبت هو عطلك، لو انا عملت استمرار ما يحسبش دي واحده كمل، لو انا عملت استمرار واديتك الفرصه مظبوط، اذا انا رجعت لك حقك صح ماشي، اذا انا النهارده هرجع عقب الراجل ده ليه؟ يستحق انذار لتعمده في حاله واحده بس. عارف ايه يا كابتن؟ لو الدخول لو بتهور يعني شوي. دخل بتهور او باستخدام قوة زايدة دي ممكن ادي بطاقة، انما انا لما بعطل مثلا كابتن بعمل خطأ تكتيكي ايوه شدتك مثلا، او انا لما شدتك الشدة ديت ما عطلتكش ايوه فانت رحت. اذا انا النهارده مش هرجع عدل الانذار الا لسبب واحد بس يا كابتن ايمن، اللاعب دخل بتهور، دخل بقوة زايدة، انا ارجع ادي البطاقة، ولكن انا هنا ما كانش تستحق البطاقة، وبالتالي هنا كان قرار امين عمر كان قرار جيد. عودة حميدة لامين عمر اللي كان من المفترض النهارده هو موجود في كاس العالم كابتن ايمن، كان بامانه هذا الحكم الاتحاد الدولي وقف معاه وقفه كويسه قوي قوي، وكان المفروض يبقى في كاس العالم. النهارده هو بيرجع بشكل كويس، حكم ستايل بيجري، فنتمنى ان شاء الله التحكيم المصري بيكون بخير ويتواجد في البطولات الافريقيه والدوليه. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، امتعتنا كعادتك دائما. الله يخليك يا كابتن. سؤال للرابطه وبرده استفسار للرابطة عن التواجد الجماهيري لبعض الفرق بنسب كبيرة جدا 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 زايدة عن الحد في بعض المباريات، مباريات معينة، وكان في كلام ان الرابطة بتتكلم عن تحقيق في احدى المباريات اللي زاد فيها العدد لبعض الأندية المنافسة. يا ريت يبقى في شفافية ونتعرف على نتيجة التحقيقات دي. بانتهاء الفحص التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والداخلية في الأسبوع الثالث للدوري المصري العام ممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 4-1 عن جدارة واستحقاق، وتصدر النادي الأهلي الجدول المسابقة مع نادي الاتحاد السكندري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، وبالتوفيق الفترة القادمة إن شاء الله.
بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء مهيوب، شكرا يا كابتن والف مبروك. بشكرك يا ايمن، الحمد لله ثلاث نقاط مهمين جدا الحمد لله. كابتن احمد بلال، شكرا يا كابتن، الف مبروك. ربنا يخليك يا كابتن، ومبروك للنادي الاهلي، و واول تعثر للمنافس، وده شيء جيد يعني في ماتش قبل ما انت 1-1 نخش على الايقاف. الحمد لله الحمد لله. كابتن اسامه شكرا يا كابتن، شرفتني. شكرا لك يا ايمن، ومزيد من الانتصارات ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل شكرا يا كابتن. اشكرك، وانا قلت لك انا هستنى كابتن ناصر عشان اشوف الكره دي علشان البار، مش هنستحمل البار يظلمنا 14 نقطه وقبل كده 18 نقطه، فنهدى بقى شويه يعني حته البار دي يدينا حقنا شويه باذن الله ان شاء الله. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحريري اخر لكم مني، اطيب المنى وورقه حياتي.